يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دين اللي فايل قوجيه مسفرات يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا تحية الله الصلاة والسلام شبيه
فنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أمن ينشأ في الحية وهو الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوها من لا يخلصون. أما أتيناهم كتبا من قبله فهم به مستمسكون. وقالوا إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون. السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباؤنا على أمة إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. قل ولو جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبة لأنهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وإبراهيم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خيرا مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك مما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله صفنا بالله عدل الصف الصف عدل الرحمن. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين أجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا باركا في السماوات. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. عفا عني واغفر لي وارحمني. الله أكبر. اللهم صل على محمد.
الله أكبر. تحيات الله الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم رجنا من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنك عفو أنت تحب العفو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقصر وتزال. لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة على رسول الله. باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عمل أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة في الليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. وياك يا رب. لا إله إلا الله لا شريك له الملك ولا الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شريك له. لا إله إلا الله لا شريك له. هي سورة الحج لكن لا وصلت السجدة. اي فيها سجدة. لا احنا بدينا امس من 34. امس بدينا من 34. قرأت تؤدي في الناس. وين وصلنا؟ وصلنا اول ما قريت. كانت من 34. انا اخر واحد ختمت صح؟ ايه صح. وصلنا طال عمركم 339. الملك يوم الملك كم 339. ما بعلك كيف ابشر. اذا هذا ما بكيفه كيف من عندي شغل 339. حبيبي انت عندك شغل ولا ما عندك شغل طال عمرك؟ اذا سمحتوا اذا ما سمحنا يا ابو فيصل. انا هنا جاي هنا ما اسمع عندي شغل ابو فيصل. واذا ما سمحنا اذا ما سمحتوا بدر غصب. نفس من دفنه يقول ممكن سؤال الله يذكره بالخير. ممكن سؤال اقول له لا يقول لا بسال. طيب ليش تقول ممكن؟ اسلوب تأديب. الملك يومئذ لله. مصطفى ولا وجه كامل؟ وجه. لا وجه وجه كامل. وجه كامل. لا وجه كامل. والله خليت اخر نص نص. ترى ما عاد بقي شيء يا اخوان. والله ما عاد بقي. يلا بتخلصوا المؤمنون اذا قرأتوا وجه. يلا وجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ثم قتلوا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقا حسنا وإن أو ماتوا لير أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنه مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن
ثم بغي بغي أي. نعم ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل وإن الله سميع بصير وإن الله وأن الله سميع بصير أحسن تبارك الله فيك هل يكمل صحيح ثلثين ثلثين طيب يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور باقي ثلاثة لا خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكل أمة جعلنا مناسكهم ناسكوه لا من سكنهم ناسكوه من سكنهم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله سجد وجهه أقول أحسنت ولا بتكمل كم؟ اللي تعال تعال يا يا طالب عبد الله امشي 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 كذا امشي ضربني مره صل صل على النبي صل على النبي ايه منيف منيف عندي عندي فكره عندي فكره انا بدخله هنا جوا ارفع يا ولد بعيد بعيد طويل الدرج ذا طويل ما في حاجه ما في حاجه محفوظ هنا والميه هتنزل علينا اه لا انا ما بطلع علينا انتوا بقى متفاجئين ان انتوا ناس سعوديين بعد اذنكم ما حدش يطلع فوق انا مش ايش انا بس بعرف لا ما عليك عبد الله جوده امسك جوده جوده من عندي عبد الله انتبه انتبه تكفى والله لو طحت انا طيحت في يسمونها طحت بالدم لا 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 اسمع ماسك والله انزل يا ذيب انزل ابشركم رجع مني مرات لابس سروال عديت اللي هناك يا عبد الله لا والله اي كلام فيه اللي ذحين ما عليك انقص انت على المكيف حقت المكيف وين حقت المكيف؟ هذه قريبه وين؟ انا الحين تدري كم بيني وبينك؟ خلاص انا اجيب عبد الله حط انعالك انعالك يا عبد الله ما عليك ماسك ها انعالك يا عبد الله على ذي وين؟ بعيد يا عزوز بعيد يا خبل لا ما عليك لا لا كيف انزل عليه لا لا ما عليك ما عليك خل عبد الله خذ يا صالح بيروح يجيب نعاله يا ولد نعالك علي بعطيك اياه يا صالح عبد الله يا مدرت انك جيت حلفت نعالك ما عاد اخذتها يا صالح تك على دي ما اقدر يا عزوز هذا هذا طايح ذا ذا شنطتي شنطتي وين هذه فيها رسائل وفيها كل شيء وين فيها رسائل وين وين ها وين برا بترى نروح نجيبها برا ها في الشارع تحت تحت بعيد 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 راح اجيبها لك يقولون ترى لنا هي امر من بكات انزل انزل مالك الظاهر يقول تدري وش ينزل الولد يكون وياها ارحب ارحب مليون الله يستر لمس 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 يا الله حي يا الله حي انا اسمعني صوت يا ولد يلا حيها انا قلت طيب عبد الله عبد الله انت وش اللي لقفك مع السور ذا اللي اطول من وش والله العظيم هناك يا حيه المصيبه هنا في سور السور اللي هناك قصير قصير شبك عوني عوني على السلامه عوني على السلامه الله الله خلنا خلنا متحملون الاداره والله نخلي صالح ينزل اه صالح احسب الاداره هذا والله مالك عاقبه انت اصبر انا اجيب كله لا 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 معلي جرو جرو ذا خلاص عندك
عندك سلم صغير؟ والله بشركم الفزان بخير. الحمد لله. وين عبد الله؟ عبد الله اسمع، ما حد دروا ولا حد شاف، عطى الفروه يلبسها على قدام ندخل عليهم. يلا خلنا نشوف. ايه نزل نزل جهتي، نزل جهتي، نزل جهتي. دقيقه. يلا خلاص. لا لا هذه بتطيح منيف، عكس عكس هذه بتطيح. أنا مسكينة مسكينة. بتطيح. سووا مثل ما رقيت أنا يا منيف. أنا عيني دخل فيها الأول من اللي دخل. يا رجال ما عليك الأمور طيبة. والله إني قد يأست يا عبد الله خلاص. والله. والله. يأسنا قلنا ما بي. يلا مسكوا مسكوا ما عليك موجودين. مسكينة. يا ولد. عليك. يلا يلا طيح أرقامنا ولا تطيح. أبشر والله بالسعد. نعود يا درت ملابس حقت ابن دفنه يوم سمعت صوتها حذفتها. امشي مايك ولا بدون مايك؟ انا بدون مايك. انت بلابس مايك وشقال؟ لا انا امشي على البث وطافي. انا نسيت. اوه انا والله مايك شغال. مايك شغال انا. شغال؟ مايك شغال؟ ما عليه خلاص ما حد درى. ما اصلا من يوم تطلع من التير هنا اتوقع ما عاد يشتغل. ارحب. حيه ايش حالك؟ الله يعطيك طيب. يعني حتى وانت جاي جريه لا حول ولا قوة. القاضي وين يا رب؟ يمكن يمكنها طاح هناك. لا انت بتاخذ علمك فيه. خجل بتلاقيه داخل داخل. تعال 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 هي هي من دفنا. تعال 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 عبد الله عبد الله تعال ادخل في الفروه. تعال ادخل 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 في الفروه. اريد اخل خل 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 لا 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 البس ذيب لا لا والله ما حديد والله ما حديد. ايش انت ها وكاتم وين ابو كاتم؟ خلاص ايه كم الساعه؟ لا شوف قال لك الساعه كم؟ رحت ما ادري والله غسل غسل ووضى ثم طلع خله مقروب بث في الهواء كيف بث في الهواء البث في القران تقرا البث في عند اهل القران ذبح مني يا عبد الله تراني قلدتك. هنيتني. هفا. تدري طبعت لكم كم ورقة؟ بيني وبينك 600 ورقة. ورقة حليفة. تقاليد الجمهور عنكم، يعني برنامج جماهيري ما كذا. والله يعني ناصر الحربي راحت عليه. ها؟ خرام خرام بس. ناصر الحربي راحت عليه. ليه؟ ها؟ صح بالضبط ادخل عشان ما يطلعون العيال. يا رجال برد يا رجال خليه يغسل يطلع. رجع على وضي الا ان كان هنا قبل وضي فوق. طلعت وقف سيارته ابو عبد العزيز وطلعت السور من هناك قريب قريب الخط جيت منه. شكلك قاعد تمشي على السور كذا. بسرعه اجل عشان تدخل على التاجر. والله ان احسن شيء سويته لو انك قعدت عند الباب كان جاك فهد. لا كلم الاداره. جيت جيت تدري ايش قال؟ كلم الاداره. قال كلم الاداره خلنا نكلم ما ادري مين. اسمع احنا بندخل. كنت الظاهر انه بيخلص وقت. اسمع يا عبد الله احنا بندخل ندخل الحين في الحلقه. قال لك اخر دخول بعد شوي ما ادري الساعه كم الحين؟ الساعة يا طويل العمر السلامة سبعة. اه تمام سبعة. لا لا الحمد لله. لا تطردونه تكفون عبد الله. بقى 10 دقائق 20 دقيقة. اسمع يا منيف احنا ندخل الحين في الحلقة نلقى هو يدخل من هناك يدخل سعيد حلقة خلاص يلا خلاص يلا يلا امشي على الكاميرا. والله انها برومت هذه. اي والله انها خبر وجهها. لا ما عليك ما عليك ما عليك سكر عليك. لا خل خل يدخل سكر عليك يا شيخ ادخل الحالة شو ما تشوف الكاميرا ادخل الحالة ما اريد اخرب القرآن عليك. هاجر خلنا ننتقى هو ما تخرب ما هو تخرب اقرا اقرا ما بيخرب ما بيقعدون بيقومون على طول صح صح خرب حلقه رحنا نتكل شيء. هيا تكل ها هيا تكل يا مرحبا بمريون يا عبد الله الله يستر عليك. لا ينطق اسكت اسكت اصبر اصبر والله جوالي عندي والله والله لا ما لفت ما لفت شوف
والله الفضيحة قبي قبي خلاص يا عبد الله يا روح هي نروح الإدارة نسلمهم هي الإدارة نروح نسلمهم بس ايدي ايدي ايش في ايدك؟ شرح يا قبي والله لا صور سلفي اسكت التغريد حقك فيها ريح يلا كيف الامور طيبين والله انت اسكت اسكت كيف الامور طيب الحمد يلا حي انا دخلت مو ورا سور نطط مع السور سوى ضيع سوى النون ما يعلمون اي والله مو صحيح اقول لي ابو كاتم مع نفسك انت وبس خصم ولا بدون خصم الشباب الله يا ولدي خطط نفر وخطط نفر يا مرحبا بالجميع يا هلا يلا حبيبي بدك السور رجعي نطيته اي والله نطيته لانهم نقعوني هناك بيني وبينكم فقلت ما فيها الا هذه الحركه سوى لي فراسه يا مرحبا بالجميع هو لفت برمت هذا هو اللي فوق والله انه برمت علي اللي فوق زين 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 وكاتم يطرخ من راسه واحنا نطمخ من روسنا هذه هي الشغله صح ولا لا؟ نعم صحيح يقول 24 ساعه ما تعديت كفو كفو يا وجه حمدان كفو هيا افتحوا لك غرد غرد افتحوا لك صحيح يقول 24 ساعه حتى ما تعديت ما في انترنت اشترك الاماراتي لدى الدوله قبي قلب قبي والله العظيم كلها لفت والله كلها لفت لا لا ما اظن ده والله العظيم كلها لفت لا لا ما اظن الله كلها عليك لا يفتح شوف اللي وراك شوف اللي وراك وشوف اللي فوق وشوف اللي عند الدريشة وشوف الثاني شوفها شوف هذيك شوف هذيك شوف هذيك شوف اللي عند الباب احنا شوف الباب مسبخر ابن حلال شوف اللي عند الباب احنا ندخن دخون 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 طيب 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 شوف فرواته كلها فيها دخول ما شاء الله قبي قبي يلا الظاهر اني حذلتها صح؟ شلون يعني؟ ضويت العيد؟ اي ضويت بقوه، الله والله ضويت بقوه. قل والله انت ابراهيم ناحية. قل والله والله لا ماني ابراهيم يا خصم مني حقة عمل حق العمل 200 حبيبي انت ابراهيم من قبل ما اعرف دامك ضويت العيد كم؟ قل والله اللهم بشرتني بخير. يا الله ان شاء الله نجيب بنداتنا كلها بنداتنا. طف امك يا طف امك اسمع كذا انا ما في حد وراه في حد وراه حق تخيل في حق ركن قسم يقول في حد وراي اوف اوف ترى عليك ملبس ترجت عليكم جدك والله والله الامر علينا قفل 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 يا قبي يا قلط والله قلط يا جوال يدور يا قبي ازيك حمود لا ما يدري بس ايش قوي السلك يا رجال انت حط هوز طفايه حريق والله هوز طفايه حريق ما هو دخله يا اخوي والله لا تشيله خلبك لا 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 اسمع يا قبي انت شو مسوي اقول والله صبر 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 ترجمه نطبق يا قبي خلنا نخربها صح خلني أعيش لحظة مرة قد عشتها طيب تلفوني ما أدري وش تلفونك قبل
شو شو يصبر 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 اضغط ضغطتين خله 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 لا تمر اضغط ضغطتين الغى الغى حبيبي اضغط ضغطتين ايه اضغط ضغطتين احذفه لا لا خلاص خلاص عاديه يا اخوي حتى جوالك مو مضبوط اي والله حتى جوالك مو مضبوط اصبر 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 لا 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 كذا لا بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك احسن الله عزاك الله يجزاك خير عمر انت كنت متسابق كيوت معنا انت نومني كانت اذانك طيبه هذه اذانك هنا كانت اذانك والله ما دقيقه تعال تعال تعالوا حضنوني سلموا 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 كلكم يا الله من دفنة تعال سلم تعال يا سلم ضموني يا مرحبا يا بن دفنة يا مرحبا ضموني 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 وين سعد وين سعد السبيعي لفق لفق انظرك الدقشين دقشين صوت صوت نغمة ابو كاتب لفق هل يا اخوي انت قل والله دايرة بالله تلي دايرة صوت الإدارة تبغيني يا ولك يا ولك الظاهر إني كديتها العالم كلها تتصل بي يا ولك يا ولك يا ولك يم يم يا ولك يا قبي والله قبي يا الله والله قرب واحد الا نزل هذا نزل شوف هذا كم كذا ايش لا 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 من امس مستحيل يا الله العالم كله اي نزل 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 العالم كله تشوفك العالم كله تشوفك تلبس يا رب كاتم جا طب والله الله يخرب لا استعجالي لا استعجالي قلت نحط على الراس يا ولد كذا هذا قال هذا قال هذا قال يا ولدك يا مرحبا اليوم مرحبا ابو غنى الحين هذه ضمنت الباب صحيح يا ضمنت الباب يا مرحبا استاذ اذا متى اللي مشتاق لكم والله انا مشتاق لكم والله لو تعرفون كيف ترقعت عشان اوصل راقب لكم سكر سكر تدري كيف سكر وراك سكر وراك افادة السوق تدري اني نط السور يا سعد لا اي سور السور اللي عند غرفة عباس لقيناها يصاح فوق السور غرفة عباس المريض يا اخوي قول لي لهلا انا بعطيك طريق انا بعطيك طريق انا بعطيك طريق انا بعطيك طريق اصبر 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 اتصل انا بعطيك طريق اصبر ابك لف لف اصبر اصبر لا 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 اصبر لا 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 ما يجي لا تغلفت اصبر اصبر قول لي لهلا الشباب يدرون لا اله الا الله لا ما حد يدري ما حد يدري عنك نزلك تركابك واضح لحظه لحظه خل 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 الشباب يا مرحبا والله اني اشتاق لكم يا اخي والله العظيم انا عيد بكبري وكاتب متحدي تدري وش يقول له يقول له لا تدخلوني لين انا في العيب لا 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 انتبه انتبه خلاص كذا خلاص كذا عنده دخلوني عنده دخلوني كذا دخلوني عنده شوي شوي ما هو الباب اصبر 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 وش هذا بحر العرب بسوي شيء خبر بسلم عليكم دقائق العيد هنا العيد هنا كبير العيد قال قال محمد محمد قال 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 اسكت 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 دبنا حرر طيب اسكت اسكت هذه ما صارت في حياه الرصيديات كذا هذه مش حياه نجوميين والله برد هذه حياتي والله مبارك صارت كذا يا خالد من الكلام والله لكم جمهور كبير والله شفنا لك يا بعد قبل خمس 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 يعني مع السلامه من دبنا وجه حالكم والله والله اصور سيلفي عندكم كلكم اسكت يا اخوي انت صاحي اسكت ما كان شغال محمد لفك لفك ما كان شغال اسكت ما كان شغال اسكت تعالوا 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 سيلفي بسلم الجواب طب من الجدار غير راح نجيبنا السلم
دخل راسك الدوا دخل راسك شيء كلمت مبارك قال تعال هنا ولا اعطيتك قال عبد الرحمن اعطيك خلينا نكلمك لحظه صور 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 بند الخاص بند الخاص اي هذا اللي انا ابغى اسوي حطها عطري عطري هكذا عقاب بند الخاص والله يهديهم الله يسامحكم طلوه طلوه عمانك لا والله البلشه والله البلشه حبيبي انا عارف دقيقه انا تعال يا ولد ركبنا ذا والله على اساس بقى على اساس ما يقطع معلقه طافي طافي المكان لا اظلم ما صلوا صلوا المدار شوفوا نظام انتم استعجل خصم 500 5 بند الاليسات قليله ما قدر بند الواي فاي بند مره كامل اعطى وضع طياره طياره صح ايوه بندفنا الاداره يبونك بندفنا قل والله اي والله وينهم هناك انا مسك هو قال بندفنا قايل ده نادوني الاداره وانا فرحان لا تخبروني انا وش قال نادوني الاداره وانا فرحان لا تخبروني سلم طال عمرك سلم طال عمرك خلاص طال عمرك سلم عليك وايد وانا حد انت اخوك يا صبي قسم بالله كلكم ما فيكم حيله ما شاء الله عليكم كانكم عبد الله بندفنا ما شاء الله كل ما بند وانا مبند بعد جيبوا جوال سكران هذا ما سكران جوال اسمع انا برفع لك وانت جود دقيقه روح ماشي يا شيخ على اساس شايف يلا بسرعه بسرعه وش جو بعران وش ها خليه يسكت خليه يسكت خليه يا لبح بس كيف حالك انا ما اشتقت لك كيف حالك يا اخي والله انا اشتقت لك صلوا صلوا يا ولد شلون شلون كذا انت وش تسوي ما والله مبند ايوه يا ولد راح اقول لا اله الا الله قول لا اله الا الله انا عارف دقيقه دقيقه يبغون الاداره صح اخر 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 يا عمر لحظه شوي يا عمر يا ليل من دام عشان يرجعون يناديك قل والله شوف شوف ذا قل والله شوف مكاتب جاي احد احد صار يرجعوني كلهم يوم كلمتهم عشان بكره قالوا ما نادوا حد ست عشان نجسوا كلهم يلا سكر سكر يا لا توهقوا معكم خلوني انا اللي اخذ بس يلا انا ما اكلها الروح اخاف نطلع اي ما اكلها بروحك اخاف نطلع في الصوره يا رب الروح نزل ولا لا نزل نزل الاول الثاني وعد نزل افتح في الشبكه اتصال صبر صبر لا اتصال من هنوف والله غلط كذا والله هذا الصح الرصيد كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسبيدين اللي فايل قوجيه مسفرات يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا في خاطري صور ايش سيلفي صوركم سناب ها لا اصب صبري بارد المفروض يجي يخلص ويحطوني على الاضواء وما حطه رمى اخذ الادم يا بن دفنا يا بن دفنا جبت العيد الله يصلح يا اخي كان كل نروح نشوف شغلنا نروح نشوف شغله والله ما في نعم اجل بارا عطنا دورسك خلصت اما يلا متى بعد المغرب استوعب قلنا لي الحين هي كيف انك كيف انك تسوي حدث وتعيش اللحظه ابشر وتعيش اللحظه في المسرح يعني مثلا لو قالوا لك مثل حزين وخاطر مثل حزين اشتغل على وجهك عيش حزين في البيت اتخيل شيء قد صار لك حزين وعيشه يعني مثلا قال لك يا عبد الرحمن
قال لك الان بتمثل ضليت انه مثلا يعني ما في احد ما في حياته يأس، مستحيل حزن مستحيل. يعني مثلا انا وانا صغير مثلا اخوي الصغير طاح فوق الدرج وانا اشوفه او طول غمض عيوني اتخيل اخوي، ايش لحظه اخوي سويت واعيشها، اعيشها بالدور اللي مكتوب لي في اقض من 30 ثانيه انت عايش الدور ومثله بطريقه سليمه. يعني اليوم لو جاك مثلا اللي قال لك مثل بدوي مطعون، تمثل بدوي ماخذ خنجر مو تعطينا حقه الضرب طير اوه لا لا كذا اوفر. يوش هذه الدار حقتك بس لا طويله بس انا الحين ما عاد لي نفس الدار خلاص قفلت ابغى اصور سلام. والله ازاي المرافقين ترى شنطه تبقى برا ولا هي داخله اتوقع انه الرجال رجع الامارات. الله يستر اتوقع انه مدير مبارك وما تدري جلطه نقول والله لا تقهوى. والله ما رد خوي في اي خاطره. الله يستر عليك والله انه مصدق فلسه ما ينفع والله ما ينفع والله الحلقه انا شفتكم انا شفتكم قطي واحد انا حسبته طفل صغير قلت انا اسمع صياح اول ما طلعت الا نيف ما ادري نيف عبد العزيز قدهم رايحين يركضون يا اخي متعلق يقول برجو يقول تدري ايش طوله السور طول المسجد الله يشرف المسجد طويل 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 مره مرتفع عبد الله من دفله سيدك شوف هذاك شوف هذه هذه نفسها عبد الله من دفله لو طاح يصير لبانه في خشم جمل تخيل انت لبانه جمل قلت الرجال لا يكون ما هو بلابس روح البس انت يتعلق قال والله لو اطيح يسمونها طيحه من دفنه. ارحب يا ابو فيصل. ارحب ترحيب يا مرحبا برجك خلفك ترى خلق رجال رجال غصب على وجهك ذا اللي ما بحشرب كفو ايه مقاس رجوله تكشنا بنت اكتبها على وال ان الرجال عشان ما شنب يضحك هذا بكل الحالات يضحك حزين ما شاء الله لازم يعلق ويقول اخوي يضحك عند ابو كاتب يقول خصمل يضحك قال لك قال له كاتبها شو اللي كاتب تسوي كذا انا ضحكت عشان ارفع ضغطه بس تخيل لا والله انا صار حق دائما ما شاء الله ودك ترفع الضغط ودك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انت تخيل ابو كاتب حاجر عبد الرحمن بالزاوية ليش تضحك طيب والله اني زعلان فضحك والله اني زعلان والله يعني انت ما ينفع تروح تعزي على احد اي والله ما عزاك لا في شيء يشرب ابوه محمد انا بقول لك حاجه ضرني بجيك العزاء بس ترى شيء زين والله انا ميزه حلوه ان الانسان مبتسم شو وجه العزاء ولا الريري عزي عزي يقول له والله انا في العزاء حزين قلت له وريني وجهك الله عزاكم الله يسلمك يكمل على النايل ابا اسوي اني حزين ايش الدم يطلع الميت لا لا يا علي الله وين وجه العزاء انت وجه انت وجه ايش يعني تبغى اقول لك خلني شوي ولا ترى يقول والله الشرع اللي موت شوف 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 حزن الرجال الحين اصبر حزن احسن الله عزاكم الله يغفر تعال تعال باقي معكم واحد شيلوا عبد الله من دفله برا استر عليك يا عبد الله تخيل طق سبرنت مره ثانيه الحين جاي وراء 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 المخرج عمرو وفايز مدخلي الله استغفر استغفر والله استغفر الله لا شوف بقول لك حاجه شيء حلو في شخصيتك يا الله يا رب نهدي كره بنطه كذا في وجهك مو مره الاسترح وترجع في وجهك كره ب 10 يكفي وجهك احسن من وجهك كذا والله العظيم اللي يقول حبه تميس عرفت كيف؟ بلا قلت له اضحك ولا تاكل ولا ترد لا 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 تقطع انا اضحك ما عرفت اضحك لك والله انا سامج والله انا سامج وجهك ما تعرف تضحك بدون يد والله سامج تضحك بدون يد ما ادري عن ايش ارجع ارجع لا تلمس لا تلمس لا تلمس ارجع ترى كتفك والله لا اشيله مكانك يلا تعداك يا رجال اجازه والله ما تضحك ايدك وين؟ ايدك التعبانه ذي اهدى ايدك المريض وبعدين تدري شنو المصيبه؟ ما مدى يسلم الا طاح بالسياره مع ذا هو اللي طيح نفسه انت اللي طيحت نفسك ولا لا؟ ايه بينتحر لا يعني لا كذا على اساس اني انا بعطيها لا والله انا عشانك يا وضعيه بهلواني ان انا بطمر على والله انا عشانه والله لا شو لا انا شفت وائل انا شفت وائل في المستشفى كذا مغوم عليه وائل وانزل السياره كذا لا شعوريا شوي لمت بارم وذا جد لمس سريف جنبه
والله ما يقدر ما يقدر والله والا ارد بس ما اتحداك ما عزاز علينا خلاص ابشر اتحداك ما تقدر اوه جو 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 هلا هلا طبق البيض هنا اجامل وابتسم وضحك وانا في داخلي مدور احاول اكتم احزاني ورا صدري وخاصي راديو قلت بدايه اجامل وابتسم وضحك وانا في داخلي مدور احاول اكتم احزاني ورا صدري وخبيها سلام لا 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 يا لا 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 خلي تسمع الخلفية بس على 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 هم تاني يا هم تاني يا جم والله صف من بينكم أقسم بالله التوى ما يعرف يضحكون بدون يد ما في إلا أبقاس يا صاحبي أشفيك عني تخلص أنا واحد يشيل دول الثاني يا أخي أعطني أبي تصب ترمي فنجالك والله تحداك والله والله العظيم العمر قد خليت فنجالي ها لا تعطي والله الرجال حقي اصلا في الرجال ظهر هذا من جود هذا من جود هذا من جود يوم ما اعطي الرجال ظهري صح من جود بندر انا اعطي منك ظهري تو ها لا صورت شالوه كتف شالوه والله شالوه وش باقي من باك اتوقع المندر طلع فراي من هناك وش باقي من باك ما اعطيتني لا صدق وين يا ربع والله صدق مسوي لها برايم الحاله الحين تدري من اللي جاء داهظه والله ما تصدق من الاعداد والمخرج وحارس القريه واثنين من العمال بس باقي ابو محمد عبد العزيز الرايفي بس كلهم طيب يعني هو الحين عند الاعداد لا الحين قاعدين في مركز الملز يا اخوي لا لا تدري ايش سووا فيه تدري ايش سووا فيه سووا لها برايم الحاله ماشي كرك هناك عرفت لا ما في والله هو يعني بيسالوا اسئله مع الباب سفري بدون اسئله والله في يستر عليك صار الحين شكرا والله بالسعاده انت ابو فيصل عطيك يلا تكفى ابو محمد جاك جاك لا لا ابو محمد شوف اسالك بالله ابيك تعد الحق انا الحين شربي لا الكرك نفس قبل ولا في فرق لا بس اقل لا في فرق ليه لانك صرت تنوع في المشروبات صح يا اخي صب لي يا اخي حول يا اخي مستحيل صب لي لا انت برا صب لي بس والله انك ما ينفع معك هذه في شغله انا بركز فيها على وايد في قصيده ترى كتبتها بركز فيها لا لا ما في فنجان ماشي كاب يلا قصيده يا وايد قول والله ماشي كوب شالوها انا اعطيكم الشطر الاول يلا لا خلها بعدين مفاجأة أبو هب لي قصيدة هب لي قصيدة والله العظيم إنه يضرب في المخ هب لي هب لي هب لي يقول صحيح خلها بعدين يقول لك الله يجازي من يسوي سواسي كانت نظام وائل هي أقول صحيح ما هي موزونة كلماتي لا 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 يا الربع أبو محمد ابو محمد بس سعد باكب انا انا وانت ابو محمد انا وياه في كوب لا والله والله ما اخذه والله ما اخذه والله ما اخذه والله ما اخذه حلفت عرفت شوف شوف معصب يضحك هو اخوي ما الله ما في امل اسمع يا ابو تركي ايش يضحك كثير اصبر اصبر ضحك كثير ضرتك ايه والله سطرك انت اخوك ترى سطرك انت اخوك ضحكتي ضرتك اهدى 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 تطلب حرش انت والله انهم على وزن تطلب حرش صار لي حرش مع شطه زياده اسمع يقول لك الله يجازي من يسوي سواتك وبذنوب من سوى سواتك يجازيك مش هي الدرب الثقل وتحف ذاتك ما تدري انه للمهالك يوديك وغرك جمالك يا خسارة حالاتك ما تدري ما غير طبعك يحليك الله أكبر بتقول زينك يشفع سيئاتك الحسن ما هو عن وفى الحب يعفيك شلون توصيني وتنسى وصاتك وتصدع لا لا صح صح, صح والله العظيم مالك يا ولد مالك حق يا ولد ليه أنا ذي قصدت تضحك ليه تضحك أنت الحين أبتسم لا 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 تدري وش أبيض من خفوقك لا لا احتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا الحلال في القلب تلالا واحدة تحية للشيخ مساعد سنجوبي سنجوبي يمشي ويضرب بوري سنجوبي سنجوبي يمشي ويضرب بوري يطير بجنحانة ويسمعنا الحانة هو 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 والجلسة بتحلو يوم جيت تسلم على اخوك كذا وشو انت واخوك وانت شلون انت وانت شلون مره جايش كذا قاعد تكفى اول مره اشوف سنجاب ذيله براسه على الله بس يا
على الله ما حد يضحك الا الحاقد. الله ما حقد على وش بس على شنوك اجلس يا مساعد. يا مساعد اذا انا حاقد فانا ضحكت لك على ذبتك البايخه يا مساعد. والله من جد انا ضحكت لذبتك والله. شو اسمه ابو صلوح معطوله يا طير حبيبي فكرك فيه قهو خلصكم. طلع الليل طلع الليل والعصفور صو 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 ياو والله كل واحد ابخص بقى. اول مره والله مساعد كاشخ اليوم اهنيك الطيب والله يا حالاتك في قلتك يا حالاتك مساعد اعلم قبل شوي ايش سويت يا والله اتحداك تعلم تدري 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 اعلم تدري لو تعلم يوم انت انك تدري تدري لو تعلم سكرون القناة والله سكرون القناة يودونا لوين تسجل انفرادي كيف انت ويا سجل انفرادي لاني انا اللي تكلمت بالموضوع هو اللي فعل الفعل يا حلم الاخير تلحقون عبد الله بن دفنه مركز البلد يا النصريه روح سجن فدرالي روح سجن فدرالي دنيا دواره خلوا الخوم تكلمون عرجال ورخم انت يا جاني الخصم جاني ماشي 200 وعماني الخصوم يلا هذه ما تفرق معي خصم يسجل والله ما تفرق وين عيال يقول جاء صور سناب وطلع يبدو انك طرحته قدام الاداره يبدو انك طرحته انت ما انت لمنى يا عزيزي مساعد انت برا العمليه كلها عادي انا بصور معكم سناب وينه شت قاعد اضحك اضحك لك ماني بحاقي يا سنجاب والله العظيم ما احس بيجي اتصال من جهه عليا وين تليفونه؟ يطلبون انهم يطردونك من البرنامج تليفوني وين؟ والله احلف انا ما احب فنجاني هنا ترى عندك هنا طيب وخر وخر تكتيكي وخر تقهرش عجبك تليفوني فارح لا وين تليفوني فارح يا قبي فيها مناطق كثيره زي السعوديه مثلا تروح مثلا من الرياض لجده تعتبر منطقة ذي منطقة مثلا يقول لك منطقة مكة المكرمة منطقة الشرقية كذا فهمت؟ انا فريتها يعني اغلب بريطانيا رحت لها انا سافر دولية غير الخليج اصلا حتى دول الخليج بعد ما لفيتها كلها شو اسمها باكستان صد رد كداد يا ولد والله كداد يا ولد ماني رايح كاني ما سافرت ليه؟ مشيت متى؟ عمل اول مو عمل شغلة ثانية وكاد انك كداد يا ولد اخر شيء رحت المطار قلت اقرب دوله اقرب رحله لاقرب دوله طقت سبد يعني ما طولت انا اقول لك كداد تعرف كيف كداد عز الله انه في السفر يا اخي تغير قال الهند قلت الهند قال ما في مجال الهند وقلت مدري ابى اطلع ابى اروح تعرف شلون اقول لك جات سفره في بالك وتدور الدول ما تلقى اخر شيء قلت المملكه يوم أيست ما لقيت دول برا يعني أسيا وياك قلت الكويت قال ما في رحلة وقوم ألف على الخليج ولف بحرين قال ما في رحلة قلت جدة قال ما في قلت الرياض قال ما في قلت طيب الدمام قال موجود شهنا الساعة احنا طايحين وين رحت الكويت؟ ها؟ الكويت؟ الكويت رحت مدري وين بس ما أعرف بعد إلا بالكويت أنا رحت الفحيحيل خلت تقول إذا قلت الكويت عورني رحت سوق الكوت سوق الكوت إيش يا أخي أنا رحت الآن انتهى الكويت أنت من دخل معي منفذ أنا دخلت من عند من الحفر من الحفر إيه لا أنا دخلت من عند النواصيب من عند الخفجي أنا رحت لما خلص الكويت قبل خلص الكويت رحت النواصيب تخيل أنا جالس فترة مع عند ولد عمتي هو عزابي قبل يعرس كان مدرس في الخفجي وأنا يوم جاني بلاي من الجامعة على ما قال اخذت اغراضي واكلمه قلت جايك كان وقت شتاء زي ذا الوقت قعدت عنده ترم كامل طبعا انا ما داوم ولا شيء في الجامعه خلاص وصلت منه واجي عنده في الخفجي تخيل عالم غرب عالم غرب يروح يتعشى شغل وترنا نروح نتعشى بالكويت نتعشى وترجع نتعشى بالكويت طال عمرك نفر في الكويت ونرجع هذا من هذا موالنا وسبحان الله حتى الخفجي مريحه ايه خاصة فشتة فشتة اوف انا رحت من يا رجال لا تدخل لا تدخل نظام ابشر لا تدخل نظام ابشر تضحك الكويت شوف الاعلام الكويت نظام ابشر الحين طلع لك الاعلام فهمت شوف يا ولد
الساعة الثانية. بعد أنا رحت الكويت، دخلنا الكويت أنا وأخوياي ما ندري، أول شوي قال لك راعي نرنج من بنشري وقف عندهم مساعدة، قالوا لا الله يكثر خيرك. طيب أنا بمساعدة. قلت والله دخلنا جوالاتنا ما شغلناها تجوال، نبي نكلم وندق على رفيجر. قال ما أدري وين أمشي، وقلنا إحنا نعطي ذا يوصفه. قال لي رح سيدة وما أدري شلون وما أدري شلون، أنت بالجهر الحين. ومشوا مشوا الوكادنا موقفنا خلاص قدامنا بحر، هو دوار الظاهر وقدام يقولون بحر ما أدري شلون. الوكاد موقف لنا مصري، لما واحد من أخوياي مطوع، هو مطوع فتح الشباك. قلت له أنا لو سمحت وين، والله نسيت المنطقة اللي يبينا. قال عشان العريف يبدلوك يحسبنا لمعنى الشيخ محمد علي. الشيخ محمد الله يجزاك خير، دلنا بس ويمشي قدامنا. والله مدري وين المنطقة، وكاد إن الكويت وبليلاتها واصدم ودايور والفرة مهدومة السريع السيارة. أنا علمك وش اللي يلخم تلخم فيه في الكويت، الدايري حقهم الدايري كبير، دايري ايه الدايري الخامس والدايري الرابع والدايري مدري ايش. والله العظيم انها ما تضيع، يا يبي لها اسبوع اسبوع اربع ايام اثره. والله ما تضيع. ايش حالكم يا الربع؟ قطعه ما قطعه. رحنا على طريق، رحنا ذي لعبنا ذي وش هي؟ اي ذيك اللي في تمامه. اثمامه هذا اللي ينقف، هذا اللي طق كذا. انا اتذكرت يوم ذيك الالعاب، انا تذكرت اللي في جده وفي واحده في اثمامه. هذا اللي يقول لك اذا جيت مجلس انت وهو داخله انتظر الصمت وتعرف الموضوع بعدين ندخل فيه. السلام عليكم. اسف اسف يلا كمل كمل. رحنا للالعاب هذه. ايوه ايش اللعبه؟ مسدسات هذه بالكويت. ايوه لا في جدة، في الرياض بعد الوكاد. لا عند ارقامهم هذا اللي ينبرش، هذا اللي ينبرش. اعطيني دعايه. نقوم حبلي كوب ترامه، حبلي كوب ونقوم ترامه. والله يا عيال وش الالوان، حبلي بيالا. جتني ضربه هنا من هنا من ظهري تحت. ما جالس على نفسك على الكلى، بس ما المت الكلاي. والله جلست شهر علمتها على الجلد. انت تهون انت، هي الالوان ذي ذكرت السالفه. خليني اعلمك. اصبر خرج اصبر لا الف استنى استنى اصبر استنى استنى والله تكفى. والله انت يا جاك نجي لك يوم. لا 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 والله نجي لك يوم يا والله شرح مو بعليك. اجيب لك نعيمًا حبيبي عقبال الرخبه ان شاء الله. رحم والديكم. والله يمكن في سؤال الله لا يضيق منيف، الله لا يضيق علينا. وخر انا بجنب منيف. اجيب لك الشاشه يا منيف. روح شوي اجيب لك اللصقه وديك. روح شر شوي. انا بروح اروح الدكتور. هذه والله جيت الشر. شوف يسوي سوى. والله اني ناوي اجيكي يوم من الايام. والله انا حلفت. جايني انا حلفت. ليش سوى سوى؟ والله انا حلفت اقسم بيت الله وانت نايم. عاد كذا لا تخيل سلبك. ارهل يا لا حقك يا ارهل. هلا هلا حليل هلا ترديت بعد بطاقه ما شاء الله. والله اني بالشاحن عيد العيد فريح يا ابو يا حي الله ابو مبارك. الله والله اني شايفك اجين اجين اجين. الله يطول عمرك. والله اني مشتاق لك يا رب. محتشرين داخل والله العظيم قسم بالله. والله اني مشتاق لك. العلوم والله وسخه.
والله اني مشتاق لك. اولا انا الخصم علي هنا بس عشان بخصوص الجوال، قال لي حد مساكه، حلفت انه ما حد مساكه غيري. قالوا ما دام ما حد مسكه خلاص، قالوا حد قراه ولا شيء، قدروا يمدينا نقرا، دخلتوا درعمتوا علينا على طول. اعوذ بالله ابو مبارك، والله اني مشتاق لك. ريرتي ابو مبارك. طيب هذا من ضمن الرياليتي يعني، مسكت الجوال يعني انه مو برياليتي. الو ابو مبارك، لا شوفي سنابات، نزلت سنابات والله. قالوا لي افتح الجوال عشان اسموش شوي 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 علشان تحذفها. قلت له ابو مبارك تعال، ابو مبارك الجوال بتصل هذه ضروري. قالوا تعال ابو مبارك، تعال عبد الله. لا 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 عندي عندي والله، انا اكثر واحد مشتاق لك. تعال الله يطول عمركم، يلا الله يطول عمركم. يلا ضروري ابغيكم كلكم حق المغرب، ابغيكم كل احد وكيا يا مره. خلينا نشوف لحظه طول المشاهد لحظه احمد العايد. ما في احد يسجل هيك، ولا في احد يسجل جودي. ايوه انا كمان ضايع. طيب كيف الامور؟ علومي واجد عشان طيبه. طيب الحمد لله عشان الامور. شباب ثاني سعد والشباب بجون بجون صالح. يلا يلا قربوا قربوا، ابغيكم كلكم ضروري. اضبطت الامور. لا لا بينكسر بينكسر يا قبي، ان شاء الله ضبطت الامور لكن اخربت شوي. اما عاد والله العظيم علومك، انا بعطيكم علومي، بعطيكم علومي كلكم. قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ادري انكم مستغربين ليش ضويت العيد كذي صريح. وش صار طال عمركم؟ لا لا والله ماني برايح. امس بكاتم انا مغرد انه بكره المغرب تخلص ظروفي. اوكي اللي هو اليوم، اللي هي اليوم فهمت وظروفي. والله العظيم اني من امس فهمت، ما نمت الا يمكن ساعات قليله. يوم قردت سيده ابو كاتب كان يقول اتحداك ما تسويها، وسوى قرد ورايا قال لي اذا ميت في 24 ساعه البواب الغاليه تسكر. اتصلت بالاداره، اتصلت بالاداره قالوا والله هذا امر ما نقدر حتى قالوا احنا منصدمين من القرار. كتبت لابو سامي لابو كاتب كذا كذا، رد عليه قراري ما يرد فيه. قلت اوكي المهم الصبح طال عمرك خلصت اموري وقبض الخط. طياره السياره ما حصلت، ما حصلت حجز. استقبلني علي بن نايف والجماعه شعب بني عمي وصلوني لين قرب. لا لا مع شباب وصلوني لين هي وعلي بن نايف يابي لين الغاليه. المهم يوم قدي عند البواب الساعة 7:05 باقي يعني من الساعة كم؟ صالح 25 يعني فهد. دقيت الباب قال يا فهد قال ما افتح الباب لين الإدارة تكلمني. قلت له ابو كاتم مغرد 24 ساعة، إذا خلصت 24 ساعة العالم الجمهور ذولا ونتنقع من الدنيا وذيك الأخرى من الإمارات لين هني. قال لي والله انتظر، تريت 10 دقائق وقلت ما عاد باقي شيء فهمت؟ فقررت قلت بخرب عينها وبدخل من السور. السور علشان وش يشوفوني اني جيت، وابو كاتم اذا بيقول ما جاء في الوقت المناسب يا متاخر دقائق انه يكلها. والسناب صراحه والله ضويت العيد ادري، لكن اللي ابشركم انه قالوا الاداره ما دام انا واحد ما مسك الجوال انت اللي تتحمل. قلت له حملني الخصم اهم شيء، ما خويا ما يمشي والله ما تحمل الحمد لله على السلامه. وابشركم الامور طيبه، ولكم محبين والله اني مشتاق لكم جمهور، ولكم في احد يشارك معي بالخصم يا عيال؟ لا لا والله مو واحد ايه والله، والله العظيم اني حاضر. تعزمون على اعتبروا عشاكم متشارك. طيب اعتبروا عشاكم، اقسم بالله اعتبروا عشاكم. وش في يا عيال؟ ارحب يا مبارك ارحب والامور طيبه. والله اني زعلان ما صورتني معك يا اخي. وين جيتني انت يا اخي؟ كنت اتروج. بشر بشر كم وش اسوي اذا تنظيف عشان حلت؟ كانت بشر عشان حلت من الحين بدينا. استمر استمر غلطتك يعني، انا مره تسني نظيف وايد. بشر عشان حلت. كرامتك من هالقريه بتشوفها عبو شوي. هلا باشا، هلا يا باشي باشي يا باشي. انظر لي انظر لي وش انظر لي المصريه وش دراكم. يا خوي جزر حمر اخوك خوي. هلا 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 صلوه تعال صلوه. لا لا يا قبل جيت والله العظيم حسي ما بدي اصور فيه. بتقفل اهلين. ما يحتاج زمانه خراب هي زمان. اي نو زمانه خراب هي. يلا شكرا ثانك يو. علومك يا عبد الله علومك. والله اني مشتاق لك عبد الله. زمانه خراب هي يعني خربتها عبد الله يعني غويت العيد. والله انت زماني فقعت عيني هي. والله فقعت عينها يا عبد الله. والله اني قد مشتاق لي حلوى القصيد. والله اني مشتاق لك عبد الله. والله كرامتك هنا يا خاصه لك بتشوفها عقب شوي بتجيك. شوي بتجيك بما اني رئيس البلديه نقدم لك نصائح بس.
والله الله مبروك انا رئيس البلدية. الله يبارك فيك. مبروك مبروك. انت اخوي الشغال عقبال الخصم بيجيك وعقبال ابراهيم. طيب ابراهيم صورت سناب قبل شوي. اي والله. ليه ما قلت لي؟ قالوا لي الاداره مساحه الحين. قلت لهم ان شاء الله. من الاداره اتصلت وصورت سناب ثاني وغلقت التلفون. قالوا افتح الرقم السري. قالوا والله ما افتحه. صورت سناب حذفت سناب. ارحب 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 بذمتي. كيف والله يا لكم محبي عساك طيب. يو يا العالم اثر حق جمهوري ذي ما يظهر شيء. منو؟ ما قدك خاب. كم بيظهر؟ شلون شيبانك بالدفنة؟ تدرون الواحد كم تغريده؟ 600 700 دفنة؟ ها شلون شيبانك؟ ابشرك شيبانك طيب. كل شيء زين؟ كل شيء تمام والله اني مشتاق لمقارنتك والله يا ابو احنا جايبين اثنين حشو. ها؟ نحتاجك تجي بس. واحرجوني احرقوا حشو المفاجأة. حشو ضرس ما تقول ذا كان طشه. والله جائزة مسابقة. حشوش عندكم؟ لا ضرس ضرس حشو الضرس. لا حشوش عندكم صديق ضرس. لا والله ما ضرس. وش قنم؟ قنمية. قنم طول عمركم قبي. الشيء الثاني طال عمركم كرامتي والله اشوفكم قاقيت. والله العظيم والله العظيم انا وين محمد مساعد؟ محمد مساعد من مسعود بلبل الغريب. من دافنا بلبل 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 احدثني احدثني مكتوب اعلامي راشد القحطاني. والله عطنا عسى. كتبت لي اعلامي راشد القحطاني بالقصر عند ليف القريه. وش عند ليف القريه؟ والله انا اعطيته لقب يستاهل. انتم وين في وين شفتوه؟ ولد ولد انت مصدق في احد مشتاق لك؟ هي انا اكثر واحد احسه مشتاقك انت. والله يا بندفنه تبي الصراحه والله مكانك فاضي. الله يطول عمرك. والله لك مكانه. الله يطول عمرك. الا الشباب الثاني وين؟ سعد عبد الرحمن مطيري فارس طلع برا القريه. قول والله عليك ابو فهد قريه ترى من اللي فوزنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا اخي في ناس ما يعرفون يعبرون عن مشاعرهم يا اخوك. وش سوى عبد الرحمن مطيري امس يغني يا غبي هذه مشاعر بالله عليك. وفي بعض من الله يهديهم من الجمهور يكتب لي يا غبي مشتاقين لك. مشتاقين لي وانا غبي. ما في يا غبي غبي هو غبي. شوف عشان يعرف الجميع ان احنا نستخدم هذه فقط لانه انت تبين الغين كانها قاف. بني اكبر من احنا نقول فهم علي كانها ولا اقول لك والله ولا يا محمد ولا والله الغبي اللي يقول عنك غبي. والله لا بس انا امشي والله ما زعلت يا محمد ادري بهم من مشاعر محمد. يا اخي اقسم بالله محمد شغله واحده تنرفزني عامله عمايل ما شاء الله والله العظيم. تو تو ما يا سلام ابوك هات 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 الملقب هات الملقب سلمت عليه هات الملقب بالله هات الملقب. شكرا يا رقم القصيم يا باشا فيها شيء يا عم القدوات كلهم قدوات باشا. طول عمرك يا باشا. ما بجيك عطني لتس ببلاش. اسلم يا ابو مبارك لتس ابوك يسلم عليك والله كلمني ويسلم على الشباب كلهم. اتصل بي ابو محمد الله يطول عمرك كان يطمن على الصحه اللي كان ويسلم عليك واعطيني وصايه من جدك ما اخبرك بها بعدين. وكلكم انتم لكم هدايا معينه بعطيكم اياها ان شاء الله بعد ما يدخلون شناطي. شناطي يفتشونهن داخل ونش الشحن بعدهن فتشوهن تفتيش في الشحن. مشينا الامارات بس والله الامارات ابشرك ابشرك انهم طيبين. كيف الاجواء؟ الاجواء الامارات طيبين الحمد لله. طيبين طيبين الحمد لله كل شيء. وصلت سلامي لهم. وصلت سلامي كل اهل الامارات. وانا سلامي وصلت. قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. الامارات واجد كيف اسلم عليهم كل كذا بس نعم قل عواد والله بس انا ما قلت لهم سلام والله الا اني سلمت عليه سلمت عليه اقول لك اخوياك اقول لي يسلمون عليك. وشاي اه على ابشرك بخير مبارك طيب ابشرك بخير طيب. ذيب 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 سراوي الناس غافين هي ولا مس المخده هذا الشيب المذاكر. والله ما ندري وين الاسد والله احنا كلنا ما حد فينا اسد. خلى ابوي يستوي اسد عشان هو يغدي شبل. لا هذه الحياه يا اخو يا اخي قماستك انها كابره. اي والله هذا العالم دلعوني برا هني كنت منكد يا ريال ما تعرفون موهبتي ولا اكتشفتوا قيمتي. وش قيمتك برا؟ والله ما ادري. يا اخي ذا الادمي يا مرحبا يا مرحبا والله العظيم حد واحد يجيب شوف والله اني مشتاق. اي والله نشتاق والله نشتاق لكم. هذا مو شوق هذا كره. والله والله انك خلطت بيني مشاعر يا ريال. انا واحده بالنيابه عني يضربني. بقدر عرفت النظام الجديد. ها عرفت النظام الجديد الحين وشو وش
صلاة حلوة حلوة هو هذا شغلك هو قوم قوم هو هذا الشغل اللي ميوب لك قوم 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 برا هلا بترقص أبي أبي تتو ولو تضربوني ايش رايك لا تضربونا لا تضربون ودو خلاج عشرة أنا وقفها بأن أركبها أمنحها تركبها حي الله الضيفان مي... لا 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 عبد الله عبد الله والله ما يركب لك لا لا حرام عليك حرام عليك عبد الله عبد الله لا 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 يا ولد 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 لا لا كسرتها 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 ها يا جماعة نسحب كرامتي خلاص حرام أدو وجهك ها كسرتها حتى الجبال مخربها بحضنها بحضنها وش همي غلط الحبيب لا لا كسرته حرام عليك خلاص خلاص يفلتوبه 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 خلو 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 كسرتوها كسرتوها خلو 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 على كيف خلو 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 لين الباب ذاك ترى بيدخل خلو خلو اخاف يكرهنا يا عبد شباب دخلوا دخلوا خلو خلو يا الله الضيفان من كل البدد مدد همي غلط انت خلت لي غلط ها ما عنده مشاعر ما بضمك يا اخي وليمين مدها ها اي هي اوكي 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 تعال تعال عبد الله عبد الله خلاص عيال 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 ادخلوا ادخلوا تكمل تكمل خلات هذا خلات هذا خلات هذا اي 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 خل خل خلات هذا خل من اللي يابها من اللي يابها انا رايح الان ما يحتاج شباب دخلوا دخلوا كلكم زلوا 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 شباب دخلوا دخلوا ادخلوا ادخلوا بس انا عشان خلوا صالح عندها رد الشبك لا خلهم يبيفلون ترى شافونا يلا يلا ادخلوا رقم تجري ادخل 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 داخل بضمها هو سعد سعد غلط انا اريد اضمه يا اخي انا اريد اضمك انت زلك زلك والله الابس الابس طاف يعني اكتشفت انهم موصلين على التوازي ادخل ادخل قربوا قربوا ادخل يا عيال كيف ادخل وهي وانت تدري تدري انه دخل الهنجر ادخل ادخل يا رب خلنا ندخل ادخل خلنا ندخل خل 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 ابعد انت ابعد انت والله شوف اللبس اللبس والله شوف اللبس غريب يستغربه والله ضميتها ضمه خلت هذا ها والله ها انت سك الباب ذا سك الباب ذا بس جريء جدا مع مع الجمال ايش فيه كيف كذا الجمل ما يرفس دو 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 كشف دو دو هي بتجي بتجي مع عمارها بالهدوء بتجي دو لا 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 عمر عمر تعال هنا تعال عمر عمر تعال صوبي يا عيال تكفون سكر الباب ذاك طالبكم طلبه خلاص الزايد واقفين ما راح يدخل الزايد واقفين دو 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 الشبك 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 هناك يلا الشبك 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 خله 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 تروح تروح دل 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 الشبك يا الله يضرب انت تدخل الهنجر 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 لا لا ايه هو ذا واحد من هنا هو ذا واحد من هنا صح 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 لا 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 خلاص خلاص كذا كذا امورها اوكي امورها في السليم روحها تعرف صح؟ ايه ساعد وش صار 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 جات قدامه زلقه اضرب الغرام اللي قدامك افتح باب الشبكه انا يلا يا ولد تدري ايش صار؟ عمر عمر تدري ايش صار؟ عيال اسمعوا محمد مالك مالك ما يبراح يا عمر عمر ما يبراح خله 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 افتح الباب يا افتح بفتح هدوا يا الله شوف شوف يحفظ دربه يا اخي تعال تعال بس 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 يحفظ دربه شوف افتح الباب بس بس هدوا هدوا خلاص خلاص محمد بيفتح خله 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 بس 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 فخر الكرسي يا محمد دو 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 يلا دو دو اسمع تدري ايش صار؟ ايه تدري ايش صار اسمع جيت هنا انا بندر العلي الخروف وجاء الخروف بيطلع قلت له والله ما يطلع قال بندر والله اني اطلع قلت له خل الخروف اسمع اسمع صايل عريف اسمع وش سوى؟ وقف في الباب يدق الراية ويكسر ذي يطلع برا يجيك يطرد القعدان عايش وضعية الخروف قبل شوي في البصل والله انك كسرت دق الراية وكسرت
شوفوا موجود والله ورا شوفوا ذاك ها شوفونه يا عيال مو هو شوفوا ذا ها شوفونا ذا لا 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 هذا 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 اللي التفت الحين اخر واحد اي اخر واحد شوف عايش وضعيه القائد الحين ايه وضعيه انا بالمصر اشوف كسره قال والله اني طالع 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 وجاك يطرد قعده هو او طلع يطرد القعده اي والله رجع لهم طالع خلنا نشوف غير عندها علف ولا لا عندها عيشه لا ما عندها يا ابو محمد افا يو دعبت الفلين كانت الفلين ذا ترى الفلين ما يصح للبل الغنم ممكن لكن دي تموت لا لا ما يصلح ما يصلح اي للبل ما يصلح لها من دخل لهم فلين يا اخي لا لا اطلع 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 سك الباب سك الباب خلنا نطلع الفلين سك الباب يصيلوني تشوفه يا اخي حتى حورها فيه كراتين وفيه وين اكلهم انا جايب اكلهم شوي صدق وين لك الحقه يا دقيقه دقيقه انا جايب اكلهم بخر شوي ها لا 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 عطى عطى شرهات ايوه هذا هذا علم عليه عادي عادي صلوح ما تاكله صلوح صدقني ما تاكله عادي متى متى لا لا ما تاكله ما تاكله لا دخلني فيه بجيب 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 الهاي على ترى اللي قال بكيف انه يدحرج تدري تدري ان في ناس يعطون يعطونها اكياس اسمنت الغنم وانها تسمن عليها انا بروح اجيب لها علف اقول لك لحظه لحظه متى متى نعرف وش ده في شيء يتحرك هنا فار فار يمكن بروح اجيب لها علف تعقر الناقه تعقرها؟ نعم لا بس الباب الباب لا يكون مفتوح بروح اجيب لها متى تغد متى تغدى الناقه البيضاء؟ ها؟ اما لا تقفل عشان بجيب لها علف الجمل الابيض هذاك متى تغدى ان شاء الله؟ الابيض؟ وانت ما همك الا بطنك؟ لا بس انا محمد تحداك تحداك ما عنوانك غلط شوف كذا وقع عندي شوف القعدان هذه ترى امانه فوق رقبتك اي والله امانه فوق رقبتك اصحى والله ما هو بصحيح الخروف ذا في شيء في شيء اصحى يلا والله نجيب نجيب عشاك الحين نجيبه نجيبه الله ايش في جدي عهدي بالغنم ايام زمان ها لك الله ايش في جدي عهدك بالغنم ايام زمان اي عن جدي يا اخي طيب الغنم من مبضي كيف تبقى عهدي بالغنم لا اقصد ما اروح لها واكلها رحت مره من المرات قصدك حلال يعني رحت مره من المرات انا عبد الرحمن مع جدي اي المهم جدي انا اشهد اي كلمه كل الانتاج انتاج شوف دام قعدان فيه شوف او شيء يبي لها اكل شو رودس لا 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 مو شرط رودس يا اخي اهم شيء الشعير شعير 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 والله يبغى لها شعير الشعير موجود عند وائل لا مو بذاك لا لا مو بذاك مو بذاك الشعير تخابره يجيبوا منك خيشه لازم يا ولد كلمهم عندهم عند الاعداد الضار لا ما فيه الاعداد شيخ الاعداد لا لا كم كم تقريبا كم عرفت كيف المهم رحنا مع جدي ذاك اليوم وشو؟ كلتها خلاص كلتها ترى انت يا علي تقريبا كم تقريبا كم عمر ال مدري والله كم عمرهم هذيل الصغار؟ القعدان والله ما افتي لك لكن صار يعني ممكن تعطيها يعني انت ولحمه طري؟ ثلاث شهور ام ثلاث شهور لا 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 وين؟ اكبر مدري والله ما البل مالي فيها لك في اعمار عمي عمي مثل اعوذ بالله من الكبريس مثل اللي هو الدراما دراما ساعة كم ساعة ونص بقي لي ساعة شاورما واي شاورما واي شاورما لي مال لا تضيق ولا تضيق يا اخي ما ابغى تروح على ما ابغى تروح على فارس رجعت والله العظيم ما ابيه تروح عليه درجات حوالي 500 لحظه 500 و500 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 لكن اقسم بالله لا اشيله شيل لين يصحى والله لا اشيله 2000 في يوم 2000 في يوم الله المستعان بعد اذا جاتها الفقره 500 والله لا اشيله رب والله لا اشيله انا من معصر السلام عليكم السلام يا مرحبا يا حي والله يا باب حطيت صورتك يا عمر الملحم حطيت صورتك طال عمرك يا بنت راس لا 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 انت بنت بنت في هنا والله ما انت بنت هذا ما هي مشاعر ترى فاهم غلط انت يا لبك ابنك والله اني مشتاق والله اني والله ما انا طالبك انا طالبك والله اني ايش بعدين اشتاق لا 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 اقول لك فاضي يا شباب حطيت صوركم كل واحد ما شوف ردة فعل الجماهير حطيت صورتي كلكم حطيت صوركم كل وردة فعل الجماهير هذا ريحة حطور وبخور احاول احسب الجوال احترق قاعد ادخون ولا انت والله طال عمرك تغريد والله وايد حول 300-400 وش يقولون يعني مدح والله كلهم مدح والله في انتقادات خفيفه وانا حاولت يعني اني امسح
واحده انت قدات عليك يدك عطني واحده اولا ما يذبحوا هذه في الحر والحر نعم ادري بس انا اقصد نفس الحر الله يبارك فيكم اتوهقوا عمر اتوهقوني الله يعينكم خلوني ارتاح بس من اللي قلت صورتي ولد صورتي نزلتها ونزلت صورتك يا لبا انت كل عيال حسيت اني في عيد الفطر صوت طبعا ها ها كيف قالوا ها ان شاء الله العيال دي كلها طيب وانا وش يعني وش اللي كله كله بحكي شمت شيء ريحه شيء محروق يعني شنو ردة الفعل موجوده شنو كرتون شنو كرتون هذا راح اه شوف شوف كيف الحال انت نزلت صورتكم مع بعض يا لب قلبك والله مع ما نزلت كل واحد صورنا كلنا نزلت صوركم كله وانت نزلت صورك وين يعني وين انت ما شاء الله جمهورك من الصين وبنغلاديش ومن الخليج هذا العماني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جماهير دولية دولية يا ريال ما شاء الله هذا يصلح بدالة ما وين نزلت ما شاء الله بتويتر الله لكم محبين وجماهير الحمد لله والله والله العظيم طبعا بس الله اللي يديم مشاهدين علينا اي والله لنا لا عندنا انت بتنكم لا تنكمل لا لا احنا ننبسط والله ما ندبت الله زحف 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 ان شاء الله احنا ما نسوي الا خير وما نغرد الا بخير واللي بيضوي العيد وبي يتحمل اللي يجي بحطبه اي والله طال عمرك كل عقله في راسه نزلت قصيده حشيمه طال عمرك انت شرطت ولك وانا نزلت قران ولا حديث انت شر وهو لك وانا نزلت اغنيه هي سيئه جاريه لك ونزلت شيء فاحش والعياذ بالله هي سيئه جاريه لك وشربها في القصر ابشرك اني في خير تغير من زمان قاصدني الا لحية طويلة بس لا 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 الدين بالقلب يا ابو ضاع المشاعر كلها دين كفو ها كلهم طيبين يسلمون عليكم سلاما واجد سلموا عليكم قضيتها بس انا طاطش انا والله شبه قضيتها الحمد لله ان شاء الله اقول ان شاء الله اني قضيتها باذن الواحد اللي اقول علي بن نايف هذا اذا ما لحقني ابو كاتم ابو عبد العزيز علي بن نايف علوم اللي جابك اللي جاي سيارتي من هون وشناطي تدري وش سويت به حاولت ارفع شنطتي اثرها ثقيله ثقيله هي الشنطه اللي اهم شيء بتهربها وسموش ويوم قدي فوق يطيح لك الشنطه تطيح فوق سياره علي بن نايف قال كسرت سيارتي قلت له المهم رد الشنطه عند البوابه قال لهم شنطه عبد الله بن دفن وتوكل بن دفن انت خربت هيبته ابو كاتم الحين ها ابو كادم امس هددني قال لي ميت 24 ساعه يا ويلي هذا ركبتك لا انا ما خربت شيء انا جيت في الوقت المناسب سوز من جوا ندمت ان انت جيت في الوقت المناسب اهم شيء هو قال لي ما قال لي لا تعقد مو فوق السوق ما عليك ما عليك انت بن دفنا اربع انا وجاك انت بن دفنا ما تخاف ابو كادم ولا غير ما عليكم الاداره يا اخي وجهك به انت لا تحرق لي توني جاي يا اخي هذا ايش نبي جيبك انت عرضت فيه لمساله دم والله يسلمون عليكم عالم كثير والله سلم تسلم الله يسلمك سلم منقر واحد يسلم علينا اه منقر واحد يسلم علينا انا اسلم عليك يكفينا انت يا ابو ما عادي هذا والله شكله ما عجبه ما هي 17 انا والله اني وايد عليك بعد الله العظيم انت مرسف وايد مع مساد احبك يا اخي مباراته خطيره عقال يضحك والله حبيبي شكله بيجيب العيد لك اوه عقالي وين بالعور طاح الظهر انه رسو ابشر اضمر تجيبه انت لابس يوم نطيت لابس قبوع شنو جاي حاط العوق فوق القبوع عقال قول والله والله العظيم وعدي جاي شوف طيب بقولك الحاجه العاده اللي انت اخذتها منه هنا جت فقرتها وانت جبت تطلع السور ولا انت وين جاي هي معك وش العاده اللي انت اخذتها منه من هنا وانت فهمك وش اللي اعطيتك انا في البدايه اللي اعطيناك يوم جينا ننزلك العادة اللي خذتها منه أنت مسويها وش هي؟ ترى صدادان الجوال سروان سروان ما أدري يوم جيت أنا لا بس خلاص إيش قالوا لك سعودي سعودي والله إني أتكلم عندهم دريت كيف؟ رجال وش حالك؟ كيف أنت؟ والله العظيم وش فيك فاصل طيب وش ردة فعلهم؟ حط على الجيم يا ريال مكب على الجيم وش ردة فعلهم أنا؟ ها؟ لا يعرفوني كل ما عند حد بترفع ذوبي الله يمد يد يا أخوك احترموا مشاعرنا يا أخي الله العظيم وين الشاي الأصفر؟ زنجبيل لا الشاي الأصفر وين؟ الحين أسوي لك يا مرحبا والله برد عندكم
والله برد. ليه الامارات حر؟ الامارات والله مو برد كذي. تدري وش الصدمه؟ خادم حميد يوم طلع القصيم ورجع يقول له القصيم ابرد من هنا. صدمت. يمكن والله يمكن. السعوديه بارده، من دخلت السعوديه وهي بارده. شغل مكيف يا ابوي. تدري من يوم مشيت يتم ساعد مغر يرقد هو فارس وال بس مغر راقدين من والله زنجبيل يا وايد وين فارس العماري جاء قال يا اخي انت من يوم رجعت من البرايم لا انت صاحي ولا تنام في حياه البرزخ هذا لا وفر دموعنا ولا كمل شغلتنا تدري قليل قليل لو طلعت برايم جاي ما احنا بصيحين عليك وينه وينه بشغل مقطعك القديم خلاص فاطس والله لا وعي الحين الله يكفيك سنة والله ما وعيه بروح ان شاء الله يومين بيطلع والله ما يطلع الاداره رافضين والله ما يطلع من هو المتنبي ليش يطلع عنده شغل ما بالك كيف تخيل في المطبخ انت مين؟ انت مساعد متى؟ لا 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 مساعد وفارس فارس ومساعد مساعد وفارس هو مين؟ عبد الرحمن عبد الرحمن لا 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 ابشرك بسولف لك سوالف كثير في السجن اي والله اسالني انا قد طلعت معه والله انه ما يدري الطبخ من وين منو؟ اخوك والله انك انت اللي طرحت هنا الله يط والله العظيم انك طبخ هناك ما يمزح بدون يد يلا الكوب الكوب ارسل علي وايل شيل وايل وارسل علي يا ما ادري من وين لانه شاطر ذا كنت ارضى عن خاطري اجمعكم عشان اوزع الهدايا يا اخو زيت لك لا 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 سمنت لك سمنت لك ابو علي ما شاء الله لطيف ما شاء الله ما شاء الله طلع فيه زنجبيل الاصلي ما ادري فيه مغبي هلا وليمون وانا وانا ذبح نفسي بالبودره ما ادري حسبه خلص شوف وليه ما رحت لشنا عندي خلينا تروح للناظر انا بشتري طلبت من الاداره ولا لا؟ وشو؟ ليمون وزنجبيل انا قاعد رصيدك يقول ارجع التقدير يا اخوي هو اللي قطع السالفه مو مره يا اخوي والله هو والله علم قبايل ماني جالس منو اللي رفض الترجمه؟ شو انت تبي؟ منو اللي رفض الترجمه؟ صحيح فارس منو اللي رفض الترجمه؟ فارس تعبان خلص انت تقول رز عربي مسكين ياخذ رسه يلوح مره تعبان والله ضرسه ترى ترى تدري مخدته كلها دم فارس ها يا رجال من انت ومخلي رجعت تقدير لجمهور ما 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 ادري ايش اقول لك لا خليه يكمل قصيته يقول رجعت تقدير لاخواني وجمهوري جمهوري والكل منهم بوسط القلب تقديره ملايين رجعت تقدير لاخواني وجمهوري والكل منهم وسط القلب تقديره الكل منهم بوسط القلب تقديره تقديره انا هنا طافي مايك انا هنا ها انا اشد من جاي مدرع وربوري صبر لا 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 مسوين عنده هجوس ترى هجوسك تجاري اي والله والله هجوسك تجاري روح شوف هو نفس اللي في اهلي انا ما شاء الله هذا انا هنا اتكلم عن شعوري ما شاء الله لا انا جاي مدرع من فوق السور واضرب بوري بوري ابو ندفنا واقول للكلاب تعالوا بشار واشرب بيره عيد القصيد جديد عيد القصيد الجمهوري والكل منهم بوسط القلب تقديره تقديره انا هنا لنهايه الدوري بوسط القلب والله انا هنا ايش عندك يا لطيف جميل ايش عنده برشلونه انا هنا رياض خصمي خلينا نخططها طيب دقيقه انا هنا حبيبي انا هنا اسل حروف من شعوري لا لا والله ما فنان جاي اضرب بوري خلوني افكر البيت اللي بعده لا خلوه يجيب القصيده يلا اوكي والله هجوس كنا مخيس ابو ريالين هجوس مسرع اللي داربوني بعد اقوم ابشر انا هنا صبر 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 ما قمت ضربك وشالك ما شاء الله عليهم خلوني الله يرضعون ذي البيت ياري على الطاير صبر صبر والله انت والله بروح بروح اغير ملابس شوي كذا اتروش يمكن حتى يلا وين كم الساعه؟ ضيع الولد قل لا اله الا الله الساعه 9 الا ثلث يعني باقي ساعه الا ربع طيب اسمع اسمعني يا ابو مبارك انا بقول بيتين وبمشي يلا قول مرحبا مليون باللي لفانا مرحبا وفي القلب له مليون سكنه سكنه وش يا فرحنا ويا سعدنا ويا هنانا يوم شفنا وجهك يا عبد الله بن دفنا الله الله طول عمرك هذا هجوسك صح مو هجوسك يا اخوي انا غسلت يدي من ميطر دور الحاشي كذا يجي حاجي لا يوم جاب يضمهم انفجع الحاشي طاح
والله يقول اخوي الابيض ايش فيه سمر الابيض طاح هناك شايف طاح في النت يوم رفعت الفوط حق عبد الله بن دفنه والله امزح امزح يا عيال يدورلي ذبه والله ما يدورلي والله ما يدورلي حق الضيف ثلاث ايام يا عيال احترموا لا يا حبيبي عندنا هنا ثلاث ساعات والله والله العظيم اللي دريت اللي دار في بالي انه ما هو بكاتم يجي الا العالم كله تجي ويضربوني عيد كبير زينك ذبتي رايحه في عينها زينك فكت قبل ما ترميها اي والله ذباتك زي وجهي لا والله اقوى والله والله ذباتك زي وجهي تدري امس فارس نت افواي النت فهمت له ضحك جاب يشيل غنى بن سعد وصاحت غنى قال له فارس يرحم امك وجهك يمشي البطن اكثر من زيت الخروع اتركها وش اكثر من زيت الخروع ضحك ما اعرفه زيت الخروع اللي يمشي البطن ذا يخلي البطن وكال خلاص ما يحتاج الرجال شرح الذب يخليها سامجه ها انا سنجوبي سنجوبي مشي البطن هذا قصير نهايه بقول الشباب لازم اجتمع بكم عندي هديه لكم من ما هو من عندي والله من عند الجمهور لازم اجمعكم كل خصم والله قلت لك ما هي فايقه عليه الخصم ما بضرب لهم حساب اخصموا يرجع حتى لو يزودون الرصيد وين نجمعهم في بيت الحكمه؟ ما ادري والله ها؟ وش بيت الحكمه؟ وين بيت لا لا ما تبي يا راشد حتى لو يزودون يقول الله لا يشكر فضلكم اخصموا لي لا زودوا اخر الليل اخر الليل اخر الليل والله؟ والله افضل قال يمكن يجينا الفوزان يمكن يجي محمد عثمان الظاهر خبرهم اليوم يجون يجوب يجوب يجون لا لا محمد عثمان ما ادري به اما فوزان على ما اظن اليوم ما بيجي لا والله والله العظيم ليه عثمان ما ادري به والله ما كلمته ليه طيب مو بجاي؟ ها؟ ليه مو بجاي؟ ها؟ ليه مو بجاي؟ كلمتني قال عادي ما خلصت اموري بالله المستشفى والله طيب شلون صحته؟ صحته طيب يقول السكري بعده ما هو ضابط بالله عليك والله العظيم يقول يعني لازم يرتبون لنا كم من يوم الله يشفيك الله يشفيك ان شاء الله رد السلام من غاني الله يحفظها ان شاء الله ما عليك لا محبين وناس يدعون لك في كل مكان الحمد لله لا لو عكستها برك يا حبيبي عكسها 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 منين ما تشب عكسها فيها قشار مش وين ولا هاو قاعد عكسها هلا والله السفيه ام صغير يسموني العنيد ام صغير يسموني العناد اي والله اني تعال يا كيف انا جايبها طيب كيف الدراما وش؟ بندفنا دراما ارتجال بندفنا موضوع يعطوناه يعطونك موضوع بندفنا ترك صلب الاصفر لا تروح بندفنا احنا عشان كذا متفائلين كثير لان انت بالامور الارتجاليه ضوي لي لا والله يفوز لا والله اجيب على في الحلال اللي ما عنده لا 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 ان شاء الله بيوم بدنا اي لا اعطانا لقيت خبز عند شو اسمه يا ولد انت على قد اي اي ولد جنب علف معن من اللي جاب هذا القعده يا ولد من اللي جاب دخل لكم صحوا في المجالس يفسحوا ويفسح الله ولك دخله يدشب يا اخي خليته تهدي الله هو اللي جابها امير صح كني لا لا ابن حلال جايبينها اهل افسحوا في المجالس يفسح الله لكم الهلا عمري الله كثر خيرهم والله يعني متى ذبح ان شاء الله بيض وجيه ابوي انتوا جابوا لكم خروف وظل شهر انها شايفها هذه ما هي لك انا بروح انا للشباب هذه بياكلون الشيبة عندي لكم هدايا لا 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 مو بدك خلها خلها بعدين مو الحين مو الحين خلها بعدين والله اني ضايق ودي اخلصها لا لا بعد بعد والله اني متحمس وش هي قال خايف في الليل يجي ابو كاتم يقول يطلع برا الغريه والله اني خايف وش هو؟ ابو كاتم يجي يقول يطلع برا الغريه لا لا يا رجال والله اني خايف لا لا ما تخاف الا من الله لا اني اريد اسلم بالهدايا وبعدها برايا يسوي اللي بيسوي ما عندك ان طلعوك انا ولو بيجي بيجي والله مع اسمع والله اني صدتك والله عندي صدق والله عندي شيء مهم اي والله اني صدق والله اني عندي شيء مهم والله واحد كيف يلا في شيء اهم منك كل شيء اهم مني والله اول مره ادري انك مهم يا عبد الله لا مهم ولا فيك حاجه صدق الواحد ما يحس بقيمه الشيء لين يفقده اي والله ترى ما عليك اول ثلاث ساعات والله اني عرفت اللي صاير اول ثلاث ساعات نرفع فيك بعدين خلاص لكن والله لا يجعل هذا يعرف كل شيء ما شاء الله هذا اذكرك ابوه بعد اقول لك بعد هب لي حسد قصدي حدس حسد شوف الفرق بين الحسد والحدس بكتب بيتين تعبيريه من خاطري وبرد لكم حدس لا انا هنا يا الربع يا الربع الله من الاخبار شوني بقول لكم الحين السلام عليكم ترى ايها الشباب دام يدور على ذا الكلام بجيكم صدقني يجيب بن كاتم ابو كاتم يطلع اوضاع شكلها ما هات تشوف حسي الدوري والله يا المحقق كونان انها انا اتوقع شدوا لي حدس
بعدين تعال هلا هل فيك ابوي ليش؟ لا لا تمزح معي. اي والله شكلك من يوم رحت طحت في المفاتيح صحيب. لا بس قلت خلنا نزبد لك. فاضي ما عندي شغله قلت خلنا نزبد له ابو الشباب. انا الدجاجه صار عليها امس. من من اللي راعيك وين حولت قضيتها؟ مساعد يا عمر. مساعد محكمة العليا الدجاجه الحامل. لا هي التحقيق ولدت بس حللت الولد. عطني كتاب يا مساعد. يرضيك تزبد للي رعاك في وقت المرض. والله انك كفو بس انت حق المرض بس حاطك انا. لا 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 سلامة. لا 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 اخباركم يا عيال؟ والله العظيم والله يا عيال والله اني مشتاق لك. والله ان الناس مبسوطين منكم مره مره مبسوطين بعد انا امس قل احلف اسمع امس زرت مدرسه امس زرت مدرسه شوف قالوا لي قلت خلاص بروح اسلم عليهم وذا الطلاب فكان في تفاعل اول مره قلت يا اخي حتى الاطفال يتفاعلون كل متفاعلا يا عيال والله كل حركه مننا ترى محسوبه هذا هذا وانت ما قدمت كلهم سلمنا على مساعد سلمنا على سلمنا على فارس مساعد مرتين سلمنا على مساعد مغواي ليش السمراء كم مره قالوا تسلم على مساعد مغوات ولد ولد كم مره قالوا تسلم على مساعد والله كثير مساعد بعد حي شيء ما تسوق تعرف حكي لا هلا والله شيء له قادحه والله شيء له قادحه يا بعد راسي شلونك؟ الحمد لله عسلامة ابو تشوف كيف؟ شيله قادحة طيب الحمد لله عسلامة ابو نايف يلا حيا يا حبيبي كيف الحال؟ سمعت الشيلة؟ اي والله سمعتها وغردت بها جعل والديك الجنة ما ادري يلا حيا شيلتي ما سمعتها قبل لا تدشنا وانا مغرد جعل والديك الجنة شلونك؟ رجال كيف خميسي جاء درع رابع ما شاء الله والله انك تستاهل يلا حيا شلون هالحال؟ يلا حييك والله كلهم بخير الحمد لله ابشرك جاهم سالفه قصد رصيدك سالب 320 اخذت انا اي طيب انا طالع سالب 30 هو كم انا؟ اي صح انت كنت معي انا قلت لكم متفائل وطلع لك سالب 320 كله من تفاؤلك حسبي الله على تفاؤلك يا عيال والله حب كبير برا يا عيال شيء ما تتصورون احد وصاني عليك احد وصاني عليك كثير انت سالم الخنفري وين سالم؟ انا سالم طلع والله قسم بالله اني ما كل شيء تطلع يوصون على سالم والله يوصون عليه كثيرين دخلوا علي يا محمد تكفى سالم سالم الخنفري خليه يتفاعل صح؟ راشد ما يحتاج انت الافيهات الافيهات اللي قاعد تطقطق فيها منتشره بشكل ما يا حبيبي انت اشكرك اشكرك والله العظيم اني احبك شلون شلون جو حايل برد والله موت الظهر قمت من النوم وش ذا نروح له من قبين يا بعدي ان شاء الله يكون انا المطر ما جاء شيء نروح لنفود قناء انت لك جمهور شعبيه تعرفها من اول وش زحفين اما يوم جيت اما يوم رحت المدرسه كثيرين ترى مهتمين ففي اشياء بسيطه منك والله ممكن انك تيجي للمسجد بدري هذه هم يحبونه منك صح اتس اوكي اتس اوكي يا عيال تحيه خاصه لرئيس البلديه وحشتني والله عزيز الله يسعدك يا رب كلكم وحشيني محمد ذيلي صار على الحلقه امور زينه غردت مره اول ما شفتكم التلفزيون لقيت حلقه غردت قلت هذا النور باقي يتمدد في القريه وانا طيب اسمع 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 انت راشد محمد محتاج. اسمع وبعدين وصلتني المكالمه الواميه اوكي ما ادري وش هي مكالمه اللي يتكلمون بالتليفون ما ادري ايه بالله كيف والله شيء محمد انا ابغى اسالك اي قول انت يوم توهم يوصون عليكم واو والله العظيم يقولون يقولون استضيفوا محمد الزتام لتك سؤال الصراحه والله كانت اليوم والله انا كانت اليوم ليه ما سويت اليوم صدق؟ وانا والله انت امورك زينه قلت لك لا حمود اسمع محمد الذيلي الناس مره تحبك يعني تحبك متابعينك وانا اقول لك ان القران يرفع اقوام صح؟ نعم ان شاء الله انك عندهم شيء يا محمد اسمع انا بسأل صوتي راح انت يوم طلعت من ما في يوم اللي يروح طف تكلم عن العيال ما شاء الله ايش قلت عن التوأم في سنابك بصراحه والله تبي الصدق ما تكلمت عن اي شخص يعني سحبت على لاني لا لا رجال طالع عنده شغل كذا لا 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 واحد واحد لا العظيم انك لا لا هو قال سؤال الصدق انا كان انا قلت له اني بتكلم عن كم شخص بس للاسف ما صار ما صار بكل وقت والله بس وبعدين امورك وبعدين والله لو بقعد اتكلم عن كل شخص اني كيف امورك؟ كيف اخوانك؟ كيف حالك؟ صدق شو طبعا انا وصلت وصلت حايل الفجر فقلت رحت سياره؟ لا طيران فقلت خليني بقابل اخوانك
اي في الهواء. لا طار في البحر. ما مريت من فوق القرية قلت يا عيال بس ما سمعت. الا بسم الله. انت ذاك اليوم. تدري عرفت كيف؟ شو الصوت؟ اسمع صوت سيداوي. لا عرفت. اخلعني ذاك اليوم بالليل. زاد الليل. ايوه. مرت من عندنا ريحة خايسة. ابو نايف ابو نايف تدري العيال اذا جو يصحونا اخلصوا ولا ترى بقيم بسرعة زي محمد عثمان. والله العظيم. كثيرين اقول لك. يا عيال والله صح. بعدين انا تفاجات 500 ريال صارت صلاه الظهر إيه. اللي تفوتوا إيه. كل الصلوات الحين 500 الحمد لله ما طورت ولا صلاه اي واضح ان شاء الله انها ان شاء الله انها الشيء يقومنا يعني يخلينا تعدد يا وش حط حايل كل يوم قاعد تزداد جمال مو هذي تحايل ما هي بند ولا شواي انا اشهد يا رب تركع على اسامة شامخالي تريمون اسمع اسمع عزوز وصلت حايل الساعة الفجر وصلت حايل الفجر قلت بس بسير على اخواني هم ما يدرون طبعا نايمين فاول ما دخلت جو اللي يبكي كلهم صاحين اللي يبكي واللي يا الله طبعًا تغطيت في سنابي تغطية كثيرة. يكون إخوانك. هي أنا جوال فوزان طافي عندي ولا كان شفته شباب. أقول أنا جيت الفجر. فقلت خليني أستغل الفرصة صليت الفجر وقلت بستغل الفرصة بجي لإخواني في الدار وهم نايمين. فدخلت عليهم يا الله واللي يبكي واللي يا أخي مشاعر. مضايقين إنك جيت يعني. يا لعاب مشتاقين لي اوه مشتاقين لك ايش مالك انا عبالي ينصدم واحد وين جاء هذا نشبه فهمت ليش جلست بالنوم وكذا يا الله والله استنى وكذا يعني اخذت كميه تفاؤل ايجابيه وجيت ما شاء الله عليك بعد عندك ما شاء الله التفاؤل وصل مليون يا عيال والله كل حركه منكم محسومه احمد الذهلي الكاس اللي هذا حطيته يشوفك واحد الحين لا لا اتحداك ما تشوف كاس تعال يا جيس يبغى يسموني خراب خرب النار انا جايب الحطب جالس اشبه والله يا ذهلي يشوفون كل حركه مني طب انا انبلت ذا ما عاد يقدر يقول شيء يا اخي لا تكذب يا ابو نايف ابو نايف انا ابو نايف حتى خارج القريه ما شاء الله يا حظك ليه؟ مع صالح بالمطبخ مع صالح مو مع بندر العلي بندر العلي يعني اي مع بندر العلي ضد عبد الرحمن الطيري ومنيف اسمع 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 انا ابو نايف طيب جيب عندك يحبونه مثل ما نحبهم اوه الحين متابعين بشده والله والله العظيم وتراني زرت مكان معين عشان فعاليات مكان معين في حائل زرته عادي قل ما عليك خصم بوجه مساعد فعاليات علي علي الخصم فعاليات اليوم العالمي للمعاق قلت لي كلمه مدتها دقيقه من دقيقتين ايه فالناس يحبونكم بشكل يا عيال للمعاق يعني قالوا يلا اللي يبغى يسال محمد عثمان بنختار ثلاثة يسالون محمد عثمان طلعوا قال ها عندك سؤال قال لا قال طيب ليش طالع؟ شوف ساعتين يا هلا والله الله يحييك حبيبي بوجودكم والله نور طيب لي سالفه فقال قال لهم المقدم انتم طالعين عشان تسالون محمد ليش طالعين طيب؟ قلت له انا اعرف من تشجع من العيال؟ مساعد حماد كفو فارس بشيري نيف ما شاء الله ما شاء الله انتم نيف اخوي طب انا اللي انتم طالعين معي يا اخي يا ابو نايف لكن الحب لنا جميعا وانا الحب لنا جميعا لا ما حد قال لك اسمي الا برش ما لا تكذب يا ابو نايف اوس خلاص يحلف طيب يكذب يكذب هذا اللي ما رحت ما المدرسة من شيء رحت قدم. المدرسة اسمع محمد ذيلي رحت مدرسة ابتدائية قلت لهم يلا واحد اثنين ثلاثة كن كلهم قالوا متفائل صوتي رايح معليش يا احمد متفائلا كن مرطبا للناس كن ناكبا للناس انا زعلان عليك لما قلت الجماهير اوس انا اوريك بالله طلعوا قالوا ثلاثتهم قالوا انا اشجع فلان 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 اسحب عليك والله كثير يعني انا بقول لك عشان ما اكون صادق والله جماهيريتكم كثيره مره الكل الكل التوام اقسم بالله داخلين علي نشبولي التوام سالم الخنفري ما لك شغل يا اخي من صغير يقول انت يبغون منكم تفاعل كبير يبغون نفس الكلام بسام 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 المساعد يوصل سلامه الله يسلمك كلمني والله يوصل سلامه ويقول انه يحبكم ويتابعكم راضي بالعيال اي والله للاسف والله كان ودي قسم بالله خالد العميس يا حبيبي مفلح هيا تكلم قلت لخالد ما شاء الله انت موجود معنا في القريه كل اثنين وخميس الحمد لله رب العالمين اتس اوكي يعني ايام جميله الحمد لله انت حي طلعت يوم عيد بس الثلاثاء والخميس هذا موجود خبرت ترى جاي من بدري انا بس رجع سولف اول شيء غير موعد الطائره من حايل تم تغيير موعد الرحله
كانت الساعه واحد كانت الساعه 12 المفروض ما طلعنا الا 3 وربع. طيب من اللي نسق امورك الحجز والحجز والدنيا ذي؟ انت الله يجزاه خير واحد من المشرفين عندنا في الدار، مو مشرف الدار، واحد من اقرب الناس للناس اسمه صلاح منصور، هو اللي نسق كل شيء. روح ورجع يعني. الله يبين وجهك. اي والله الله اخوانك شلونهم عشان طيبين؟ الله يسلمون عليكم والله يحبونكم ويتابعونكم. احنا نموت فيهم مو نحبهم. يا بعد راس. الله يعزك يعزهم. اي والله ام حدوني امس شغالين عليه احنا اي والله. يا بالحال صوتك خايس انا اللي سمعته. لا يا شيخ. ان شاء الله يا رجال شوف هو مو موجود هو مو موجود لكن شيلته صراحه مبدع تدخل القلب على طول. حمد المسعود دخل. شيله قاعد. تدخل. اي تدخل كل تبل. واحد من علم السعود هو اللي كاتب القصيده صح؟ يا حبيبي والله معطيك وجه دخلت امس اشوف كلمات خلاص بلاش 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 قال؟ سعد حماد الناس تحبك ما عاد زي اول عصبي انا انا يوم طلعت اسكندرية علم قبل شوي والله يوم جوا اقول شغله لو تعلم كلنا برا القناه قناه تقفل ثاني يوم ابو سالم هذا بجنك ولا مني بيطلع مني بيطلع مني بيطلع شيء جنك علم لا لا شوف يعرف على طول يمسك علي ما امسك ابي اعرف يوم صغير يسموني لقاف لا شلون الامور يا عيال؟ شلون رشاد فقيه؟ ترى والله ما تابعت الا رشاد فقيه اي انا شفت لك مقطع وانت بقول لك صراحه وانت قاعد تطبق يقولون راشي يطبق اللي تعلمه من رشاد فقيه اي ما بعدين طلعت ذي اي شفته من بعيد ما يعني شفته كذا قريت العنوان بس ما دخلت شفته يعني وش سويت انت؟ كذا ماسك مرايه قلت لنفسي احبك واضحك انت ما تحب نفسك يعني؟ الا بس اني منصدم مني اني اقول لي احبك ودك تتمشى معك صح؟ تدري لو انا من نفسك ما اقول اني احبك ها؟ لو انا مش انا من كذا لو انا من نفسك انتحر والله حياتك انها وسخه لا حرام انتحار حرام انتحار حرام صح انا من كثر انا بختبرك انا بقول لك ايش تقول؟ شاطر يا حبيبي استمر جمهورك انا من كثر ما احبني انا من ايش يقول ايش تقول؟ حتى انت جمهورك انا من كثر ما احبني ودي اطلع معي واتمشى معي عندك 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 ابو رايح عندك منيف يا حليلك النار ما جايز والله العظيم تدري اني اقوم من النوم وانا منفس فاقدك جنبك يا عيال يا بعد لكن وش بقول يا شباب الوهميه امس ضحكت والله وحق فارس بعد الله يوسع صدره وين فارس كيف غينا ما شفت غينا في التلفزيون يا قلبي ما شفت غينا الاداره ما عاد هي اول سعد وين ابو طلعت لها سنينات غنى وين ابو غنى يا ابو محمد يا ابو شفت غنى مدخل علينا امس لا والله شفت الاداره ما عاد زي اول تخيل الحين اي شيء تقوله مسوونه على طول ما شاء الله جزاهم الله بس انتظرني جزاهم الله خير يبقى قابلني لو عطيتك لا ودي اروح اشوف فارس يا عيال والله اني مشتاق له فارس وين يا اصلا امس يوم جاي سكت فارس وين يا عماني في البرزخ في البرزخ يعني تشوف سويت الحلقه اليوم ايه عليك بس خلاص وصلنا اليوم بكره ان شاء الله ندخل النور ان شاء الله ما شاء الله اي جزء جزء لا خلاص الثامن ما شاء الله ما شاء الله مو المهم هلا والله بشرك شلون ابو فيصل والله الحمد لله الحمد لله بشرك شلون هالحايل والله كلهم طيبين بابا انت ويا بابا الدلة ما تسوي كذا، انت النار ما تسوي خطا يا بابا. خلص يا بابا اخر مرة والله وعد. والله الناس يحبونك يا ابو فيصل. الله يحبهم. اي والله. الله يحبهم. وش شفت لك انا يا اخي قاعد تضحك؟ اي فارس شايله بالفراش الله ويوم تطردهم من الحلقة يضحكون. ابو فارس الفوزان وابو فارس. فوزان. مساعد صدمك مين احد التوام صح؟ صدمك في السياق. مقلبته وفي ما ادري شفت في اشياء بس يعني ما كنت يعني بالحيل انا مشغول ترى معدل نومي هناك في حال والله اربع ساعات ثلاث ساعات جابوا على اساس انه مواجد نفس الشيء جابوا صدمه كامل حتى يوم شرد ها ما ادري انا شفت اقول لك اقرا عنوين يوتيوب كنت يعني في مقاطع تشدني ادخلها اقول لك كم درجة الحرارة؟ عشان تنشف ما شفتها رح راح قبل دراهم ابرد من هنا ابرد بكثير ليش جيت؟ الظهر اقسم بالله قام من النوم اني ما بدون مكيف طبعا يمديك تسبح ترى حلا يا ابو يا طويل العمر كلها زيارات يا طويل العمر حنا جينا هنا البدايه نقدم رساله هادفه نعم انا نظرت من قدمت مبادره ورفضوها نظارة عند راس ما ادري من اخذها بما اني رئيس البلديه اقول ان شاء الله ابي لي نظاره نعم ايش رايك في رئيس البلديه؟ انا احس مبادرتك تدعو للاثم يا اخوي وش تدعو للاثم المبادره ذي ما حد سواها حلوه كلهن مشكله انا مبادرتي
كيف البلدية في عهدكم يا سلام؟ باقي ما قلت شيء. اليوم اليوم ما راح المستشار مستشاركم عبد الرحمن. يا اخي ازبك فيها معي. ايش رايك؟ كيف اللبس؟ بحطه بالسحاب. محمد عثمان عثمان. والله ما شفتها. هذه ايش طلعت الدجاجة اللي تبي تطير؟ ما ادري والله ما انتبهت. ما شفت دجاجات امس؟ لا. الا طلعت طلعت. ما انتبهت والله. الا قال لي قبل شوي طلعت. لا والله ما انتبهت. ايه 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 طلعت. لا انا ما انتبهت لشيء يعني معين. الله متاكد يا مساعد انا خابر انها ما طلعت. ما ادري طلعت ابو توأم في واحد اسمه ابراهيم يسلم عليكم. الله يسلمك يسلمك. طلاب الصغار. اوه ذكرتني والله منيب في واحد امني يسلم عليك اربع مدري خمسه. الله يسلمك. اي والله تو تذكر. والله انا ما رديت عليه بالانستغرام يوم طلعت عرفت؟ عاد قال اخر شيء انا ما رديت قال الكلب ما رد علي وراح على بال يوم دخلت القناه خصم لي والله شتمني كل شيء خصم لي يا اخوي خلوا يخصم مني منيف منيف خلوا راح اتكلم جد جد ترى انا قاعد بجلسه منيف وخميسي ما في خصم ولا شيء ما في خصم منيف هذه الجلسه اليوم اللي فيه والله جمهور يحبك يقول انسك فوصل له انه ينتبه خصم يا في اليوم اللي سحبوا منك يحبونه كنا انا ومجيد وبعدين فزعوا لي الله يجزاهم خير فاهم علي يعني في في تصويت معين برا القريه تعرفون انتم تحول مني حق حلويات اكل القصيم والله فزعين لجمهوركم كله فزعين لي انا ما شاء الله انت بندر الاول ان شاء الله فانا فزعين لجمهورك لا انا انا الثاني بعد شوفيه شوفيه لان ليش كل جيوشكم قاعدين يدعمون محمد عثمان قوه تستاهل والله فانا سعيد والله بندر الاول ما شاء الله شبيه شبيه. محمد الدري وش سالفه ركن القصيم مسوين تصويت وش طريق واكثر تويت يسوون 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 حفله لا هذا موجود على محمد الاهل الفايز عرفت الحمد لله طيب في الوضع تعال تعال الوضع فيه بيضات لا بالله انا متنازل لك ما ادري هلا انا متنازل محمد الذهلي بعد تحتي بشوي بسالك سؤال ايش سالفه انا يوم طلعت كلهم يقول التوم يتفاعلون نفس الكلام اللي جاك كذا لا انا قالوا لي التوم مو خليهم يتفاعلون شوفها بجيبها بطريقه افضل يعني والله يعني يقول يستمرون على ما عليه زد صملتك مره الناس حابينها مره حابين بس انا قال خليهم يتفاعلون زد صملتك ايوه يبغون منكم دائما اللي يوصلونكم عليه المقالب وزي كذا يبغون يا عيال يبغون وانا شو موصينك علي اكثر الناس مبدعين تعال تعال سعد مو بالحيل يعني ما ما في يعني وصايا اخي الشباب اللي يعني راحوا المستشفى بعد يعني ما في ملاحظات كثيره يا جماعه الخير بس اسمع اي تعال شوف هذا المخلوق بعدين علمك بعد مبارك ابو عثمان من اللي راح؟ كلهم الشباب شوكي يقولون اني معك في المطبخ تعال تعال بندر الحمد لله شلونك بندر طيب صالح حظا يحبونك كثير انت في حياتك دخلت السجن هذا كلمني واحد الله دخلت السجن اخي اخي بلبل اقول ابو العز مره واحده ايوه وش كانت الطبقه؟ ها وش كانت الطبقه؟ هذا اللي ماسك حسابات الرسميه انا والله بدش ابشر بالسعد اريد ادش عمل بس مع من دوتو ما في الا مع راشد يا حليل والله كلمني ابشر بالسعد يا ابن دفنه الطيور على اشكال ابن دفنه لو اضحي عبد الله لو اضحي بمسيرتي الاعلاميه بس اسوي دوتو معك كيف؟ لو اضحي في مسيرتي الاعلاميه بس ادشن عندي؟ ادشن عندي اقسم بالله انك تحرق اعلامك كامل انا تاريخك كامل ينحرق وين؟ لا تكتب وين؟ في هدايا؟ يا عيال انا ما جتني هديه يا عيال ابشر والله بالهدايا ابشر كمان عندي هدايا لكم هدايا ما هو من عندي والله والله انا اخواني والله انا اخواني يقولون تبشرون ولا بس انه يعني احنا نخاف دائما ان نخالف النظام اخوانك قدموا لنا اكبر هديه والله تقول بعد حركاتي ذي قالوا عنده مصيبه يحبونه ويحبون نعم الله يسلمك لقيتها هنا جاهزه ساقط بزاف يلا منيف منيف بجيكم انا خلاص تدري من ايش؟ طول خلاص تصير زي تورته مدلح روح اتسبح واجي تخبر يا مدلح تسبح بعد ايش رايكم بعد المباراه لا لا الحين عطنا معلومه الحين بعد الدراما يلا اركب وين هذا الاخضر يا منيف؟ بيعزز القناه مبسوط انكم الحمد لله الحمد لله والله الراي ذا تفاعل من اي ناحيه حدد شيء محدد انا تفاعل انا شفت انت صملتك يبغى حلوه مره ترى وانا يعني يمكن شفت لا شفت بعض الاشياء مره يبغون منك شوف محمد عثمان يعني مرات يجيك كذا مرحله تقول اكتفيت لا يبغون منك اكثر
وترى كل كلمه تقولها كل والله لها لها كل شيء توصل. هذا الذكر منيف اي سالم كثير يقولون خله يرجع المرخان ويستانسنا منيف كثيرين يوصون عليك كثيرين يحبونك مره اي والله اي والله يحبونك مره. تدري ان اليوم من اليوم جالس جنبه فارس منيف بالحيل يعني من اليوم جالس جنبه بيه بثلي شبكه عشان اخذ درع ان شاء الله. وانتم يا عيال ترى والله كلكم والله امس محمد ما شاء الله حدا بابا خلاص اخر مره بابا والله بابا لا تودع بابا ان شاء الله بابا مين ذهلي حبيبي ما يحتاج ذهني عماني شمقمق شفته دخل السجن شمقمق فاتك قبل شوي شوف اصبعي شمقمق سوى يا ولد مكينه جايبه مكينه بيحلق دقني جاني امس ولا منشطح بنام خلاص يمشي كذا عرفت لي هادي انا نظره مشتغل حط سماعات ما ادري قناه تسمع والله بيشيل دقني حركة يا ابو ذا المقلب والله العظيم انا والله كنت مفكر بهذا المقلب ابغى اول شيء انا بنساعد أنا مع بعدين الطويرش يلا كباقي. يا سلام. أيوه سرع لهم شو الأخبار؟ والله بشرك الحمد لله. ناس مكتوبة. كيف الدنيا برا؟ أحب أروق. أخسر. علمنا وش سويت أنت؟ سناب سناب شات. ما كنت تفتح كومنتات إلا واحد. كم وصلت في السناب؟ اليوم. كم وصلت؟ هذه الأسئلة هذه. والله شيء زين. والله 10 يمكن 11. خلص الليمون الباقي يا ذيب. يعني حلو أهم شيء الناس توصلها شيء يفيدهم. والله لو 4 بس متفاعلين وكذا ما عندي مشكلة. أنا آمنت بشغلة يوم طلعت. والله لو انت 140 الف ها ما عندك هدف تفاعل ما في ما عندك شيء تطرحه لهم ايش الفايده بيض يا راشد صحيح ايه دواجن لا دواجن بتويتر وانستغرام في دواجن واجد انستغرام بق بق بقيق بيضه دواجن ايش يعني عصافير يحرصونكم على الصلوات يا عيال كثير بق بق بقيق حرصون على الصلوات بيضه خصوصا بعد ارتفاع الخصومات انت بتصور طبق بيض جايزه 500 شوف اللي يصلي عشان الخصومات يصلي عشان الخصومات لا بس يقولون يقولون استعجل يعني اللي عنده شغله قبل الصلاه خلاص انا بقوم اصلا افضل عشان نكون متواجدين من بعد الاذان على طول زي كذا والله هذه معهم حق بندر كنت اشوفك انت عبد الرحمن طيري تجون شوي مبكرا للمسجد طيب وش شعورك يوم طلعت برا وتشوف اخوياك اصدقك القول اني ما كنت اتابع التلفزيون اتابع اليوتيوب يعني ادخل على مقاطع اليوتيوب بس مرات وقت الصلوات العيال اخواني كنا نحطينها فاشوف اللي داخلين المسجد بدري كذا شفتك انت ومين كنتوا تتناقشون مره زيد خويرك امس متدهرين انت وفارس و عبد الرحمن طيري بعد سوى شيء سوى شغله صح؟ تكلم عن شغله امس كون ما ادري ايش ايوه سوت حاجه كويسه يعني وين؟ تكلم عن الكون او الفلك او زي كذا صح؟ ايه كنا جالسين او حكي ما ادري قال شيء المهم ما شاء الله الناس يعني يمدحونه عبد الرحمن له ما شاء الله قبول برا وكلكم والله ان شاء الله ما هو كل الناس طبعا انت لما تطلع ما هو كل الناس اصلا الناجح اللي في عنده ناس صح ممكن يثبطون وكذا ايه عداء فانتم لا تخافون والاغلب يحبونكم والله حبهم الله يعني انا طلعت صراحه شفت شيء يكفيني شوفت اخواني والله العظيم هذه بحد ذاتها والله اخواني امشي عطتك انا مستعد اطلع بدون جوال بس اني اشوف عطتك بوق اوه الحمد لله طمنت عليهم ومصرين يقولون محمد لازم توصلنا هي خلاص يا ترى ما بقول 39 يوم ايام بدات تقل بكره 38 بعده بعد اسبوع نجي باقي عيال 20 يوم خلاص ما بقى شيء كم اليوم؟ اليوم 61 يعني باقي 39 يوم الحين ما بقى شيء شدوا حيلكم واللي عنده شيء يسويه والله يا محمد احنا نحسبها نبيها تروح بسرعه وهي تقضي من اعمارنا اي والله صادق اسال الله يحسن خاتمك أيوة بصراحه والله فهد صدقك والله انه صادق نحسب الايام نعد الليالي والليالي تعدنا ما شاء الله والعمر يفنى والليالي ايش يقول بجداد اي والله الايام تتجدد وحنا يا اخي البرد حكمنا خلاص الواحد تلاقيه والله تسوي في زاويه ما الليل طويل يا عيال توي فيه كل شيء حايل رحت مدري وين ورحت خلصنا خلاص طيب انا ما طلعت الساعه على انها 12 يوم الساعه 8 جتك اخبار عن ابها شيء امطار لا والله ما 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 جتني اي اخبار انا ما عندك اخبار عند زبه ولد زبه زبه ذي وينها فيها قصيم ايه ديرتنا زبه وش اسمها؟ هي اسمها يعني هذا وحداني وليش هو؟ باقي مجيد الفوسان هلا والله مرحبا مجيد الفوسان يا هلا وغلا والله طيب مجيد ان شاء الله نجمنا الان برا يا الله كيف حالك يا حبيبي والله شلونك طيب؟ طيب مساك مرتاح
امورك زينة الحمد لله. مرحبا مليون واكثر عجزة خاتم وطب مرحبا يا مسك عنبري نظر عن اليمين يا هلا بطيبين يا نظر عن اليمين يا هلا بطيبين مرحبا مليون واكثر عجزة خاتم وطب مرحبا يا مسك عنبري نظر عن اليمين يا هلا بالطيبين يا نظر عن اليمين يا هلا بالطيبين والذي سوى وصور مجمعنا لا قدر قربكم يا خير ما شرف لرب العالمين يا هلا بالطيبين فضل رب العالمين يا هلا بالطيبين ارحم ارحم ملايين عطنا عندي خلني اشد حقتي والله انا في خاطري دقيقه 112 يا خاطري صوت منك يا وائل استمر الله يسعدك عطني يا ابو فيصل منكم من الناس كلهم والله ما دريت ها وصاير ليه وش بو سوينا شيء له نوال اي صح صح تعال شفت مرة شفتكم مرة على السناب لا بشر دقر علي بدار كلها شفتكم مرة على سناب شات صح يا اخي لحظة لحظة دقيقة بطيك احنا وش ذنبنا طيب طالعين بدراهمنا والله يا اخوي ما تدري ها والله ما تدري حتى فلوسنا محرومين منه فلوسي احول قلت يقول ليش ما طلعتوا على الهواء يا عمي العمل بهاللون انت احنا نظام نفس نظام حديقه الحيوانات تدخل تتفرج من بعيد بس والله العظيم الله يلقى يا عيال والله اني فاقد فارس يا عيال وين صغير هنا 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 بس خلاص خلاص تطلع الدخان بس خلاص من تطلع النار خلاص وانت صغير كانوا يسمونك بسير انا لا ما الدخان حشا ما تصلح دي الحين تقولها والله ما انا قاعد بحفظها انا هذا بحفظها انا عشان المطبخ ايه طيب عطني يا عطني عطني شيء الحباب الحباب ما صباح انت تروحون لا 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 عشان الشباب بيجن بيجن والله وحشين يا لا 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 يا صلوح يا لا 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 خذ شنطتي في الغرفة لحم يلا روح والله اني والله اني تالي الوقت مجروح بديك والله اني تالي الوقت مجروح حتى المشاعر كل بوها جريحة جرح المشاعر يتعب القلب والروح شفني طريحا والمشاعر طريحة ما غير وسط البيت لا جي ولا روح وهديت جوالي وبيت الشريحة ما عاد لي بالناس لازم ومصلوح ريحت نفسي والعرب مستريحة من صحبة اللي اختلط جده مزوح من مجلس المرتدية المتردية والنطيحة الطيب رجالا بهالوقت مذبوح واخر كلام عبرة عقب صيحة ودمع على يدين الرديين مسفوح يوم الردى ينعم بحالة صحيحة لو ان الحياة من فرة الوجه ممسوح لا بارك الله بالوجيحة القبيحة حتى حبيبي راح ما هو بمسموح ولا نيبقى يل يا عسى الله يبيحة اللي من أول
معايا الروح بالروح معي اللي من أول معي الروح بالروح اليوم في فرقه بذبح ذبيحة يا سلام تحياتي لمحمد ناصر صح؟ نعم محمد ناصر الحربي ونعم عليك زود يا صالح يا صالح ال... والله ابن دفنة قرر يترك القرية قصد عليه كنت مزدح صالح كمل ها ان شاء الله ان علمك مهوب صحيح يا رب يا رب ابن دفنة ما يغادر القرية ايش رايك في قصيدة يا رب خلني بقصد لك كم قصيدتك اياها اسلم يقول صاحبك يخطي بين نوبة ونوبة ونوبة واسبابها واجد وعدة عوامل عدنت لا من صار دوبك ودوبة خليك مع هلين وحاول اتجامل حسن التعامل فيهن وعذوبه حتى النبي وصى بحسن التعامل وان كان ما تقدر تحمل عيوبه راح ادور لك مع الناس كامل خلني اشوف خلني اختار لي قصيده بعطيك قصيده ثانيه بخلي ابيك انت تشيلها اشيلها اي والله الحين فيني نوم يا رجال فيك نوم في وحده وانا بسمعك اياها وينها 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 يا حبيبي لا تحداني تراني أقدر أطمر حاجة ما أحد طمرها وأقدر أساوي من الصحراء مباني وأقدر أسبح برها وبر بحرها نقول لا تزعلين ان كان لا تحداني تراني اقدر اطمر حاجة ما احد طمرها لا تحداني على الفرق تراني ما دعاني في وصالك غير فرقة قد جفت أغلى المخالق وجفاني والعيون بدمعها غرقة وحرقة لا تحداني الفرقة تراني ودعاني في وصالك غير فرقة يا حبيبي لا تحداني تراني اقدر اطمر يقولون اشهد الله من ليل ان قضيت مشاريع ابني عمد مشروع واهد مشروع والمشكله اللي اصبحت ما من منافيع مثل الذي يرجي من العب المنفوع واللي خشعت بساعه ضمن الخواشيع الله طويله ذي صدور خفيف قصير هات انا بعطيك هات هات انت مقلج احيانا ولكن تقليجتك جميله وفخمه شكرا لك طيب لو كانت امك الان كما ترى نعم. ماذا تقول لها هل لي ان نعم هل لي ان يعني تحتضن القمر احتضن نعم هل نعم اذا معك فلوكه صاروخيه تطلع هناك لا ما ادري هل ترجع قريبا وليس تطلع من اباطك يا رجل انك قصدك ان والله من خشمك وانت عقالك ذا تقول كفر ساكن الله يسلمك نعم. طيب ألا يلهمك بأبيات شعرا تقولها لأمك؟ أم نعم أستلهم أمي؟ لماذا لا تستلهم؟ فأنت إن أمي أكبر من الأبيات وأكبر من الحديث فإن تحدثت عن أمي فسوف يذهب الكلام ويزول وينقشع نعم فأمي أجمل وأرقى من تكون بأبيات أو صور الله أمي القمر الله ما أجملك ملهم يا عمر الملحم الله الملحم لا نعم
نعم تسدح قليلا، اريد ان اناقشك في موضوع. نعم هلا تسدح باللغه العربيه حبيبي، انا ما قلت لك شوت فاول. نعم الكثير يرى في امهاتهم بانهم عندما يطلبون يكثرون الطلبات، فماذا تقول يا الا ترى ان البعض يعصي امه؟ والله ارى. الا ترى ذلك؟ نعم، ولكن لا يعرفون قيمتها الا عندما ترحل. نعم الام مملكه لها جيل. ان هؤلاء دخيلون، من انتم؟ اجلس. والله ما اجلس ومكاني. والله والله صل على النبي، والله العظيم حاجه حلوه بسرعه قبل الدراما. اجلس. من انت؟ اجلس. من انت؟ لا شوف قوي العين. اسمع اسمع والله اني صادق. اجلس. انت نظرت كذي اللي تقول انوار مسجد. والله حاجه ان شاء الله تعجبكم. توها طرت علي. والله اني انا جالس اسويها مع عمر شكلها قليل. ايش تسوي؟ لقاء. لا لا ما يحتاج. اجلس. انا انتم جيتوا المستشفى يا جماعه وينهم؟ السلام عليكم. يلا اجلس اجلس اجلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي المشاهدين في العالم العربي والإسلامي أجمعين، حياكم الله في قناة بداية مع برنامج خطبة جمعة، مع برنامج برنامج أسئلة. أسألكم عن من كل يعني من كل نوع حاجة واحدة. على سبيل المثال حكمة مفضلة لديك، أكلة مفضلة، اعتراف كذا. أوكي الإجابة في 10 ثواني. طيب يا أخي تعال، أنا هذه الآن أنا جالس بقدير الحوار. تعال أنت جالسين أنت كشاب، أنا بطلع اللي عندكم. أنا الآن بطلع اللي عندكم. أنا بطلع عندكم. أنا بطلع عندكم وطلع. اسمعني راشد أكثر. خلي يمشي. عبد الله بن دفن محمد عثمان وينهم؟ بسلم عليهم. توجيت من المستشفى وينهم؟ في غرفة الملابس. ما شفتهم؟ في غرفة الملابس. نعم روح سلام. انظر إليهم، انظر إليهم. لا تذهب، لا تذهب، أجلس قليلا. يلا يلا بسم الله. ما رأيكم بأن تتحدث اللغة العربية؟ اللغة العربية. عطني حكمة. لا أعطيني حكمة، أعطيني أنت ونظاراتك وخشمك، أعطيني حكمة. تحدث اللغة العربية. نعم إننا نتحدث اللغة العربية هنا. والله العظيم لو ما تسكت لا أصفك، خليك ترج. اسمع أنت ونظاراتك تحدث اللغة العربية. نعم أعطيني أكثر حكمة تفضلها أو تمشي عليها. أيوه سلام كلام جيد. بسرعة لك 10 ثواني. أكثر حكمة. حكمة خبلة مخبولة. لا حكمة مجنونة وليست خبلة. يا عمر عمر تكفى. نعم. عجل لأني أنا بقى عندي إدارة حوار بعده سريع. يلا عشان ما في وقت. يلا ما طار طير ووقع ما طار وتبين لك ما طار ووقع. نعم حدي روعك ليك سريع الروعة تكفى. القمر الجميل يضيء لنا الوجوه الرائعة مثل وجهك. إنه محمد حكمة. حكمة ولا أي كلمة عادي؟ حكمة أو كلمة. نعم. أمي لا يجد منها إلا نسخة واحدة في هذا العالم. الله يخليها لك. أنا حكمتي الاستغباء في حضرة الاستغباء في حضرة رجاء. أنت تحدث ذلك أنت وخشمك. تكفى خالد مالك. أنا أدير الحوار والله. أنت قوم. لا أصبر أصبر تكفى. أنا بدالك. أنا أبغى أوصل دقيقة واحدة. يلا أوصل. يلا والله أنا فهمك. يلا الربع تكفون بدون هتستاهل الحوار. عمر يولول وقت نروح لحالنا. لا هنا هنا حلو هنا حلو. قلت له تحدث اللغة العربية. والله نضربك مدرس النحو. يلا يلا روح روح روح. كيف تكلم انت لبي تجي انت؟ اكثر اكلة تحبها يا ولد؟ اسمك كراون. كراون من تخيل العود. بلاش ما شراك فيه؟ والله فنان والله. عاد انت مو خبرة بس زي عمر انت. ايش رايك في العطر؟ يا لا كله في غرفة ملابس. هذا كله هنا عمر ملحم. هذا كراون. شكرا لك. شكرا لك. ايش رايك فيه؟ دعني قليلا هنا وقليلا هنا. والله العظيم لو ما تتكلم وزين لها بتقول لك يا ربع. جميل طبعا يا جماعه. العطر ذا عطر اللي بيخرب كراون. اجسوا انه هنا قبلك. كراون كراون. لا يا اخي حاجه سريعه كذا نشط. يلا 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 سريعه. يلا كلام الناس. انت مبدع. استمر. حاجه تكرهها في الاعلام. لو سمحت بس خلنا نعطر لكم هذا من تخيل العود. اسمك كراون. عطر جميل. طيب والله وجهك وجه تخيل. بقولها طيب والله نعم. شميته حلو. حلو انا اللي اكره في الاعلام صراحه. لا ابي حاجه واحده من ضمن الحاجات. حاجه واحده بالعافيه. بالعافيه. طعمه حلو جميل. الاكثر اكره في الاعلام النفاق والصعود على ظهور الاخرين. يا سلام. نفس السؤال موجه لك. انا قلت له النفاق. طيب خليك يمين وانا يسار. نعم والله اني قلت لك. احنا الحراس يا سمعت. نعم والله قلت. حاجه سلبيه فيك تكرهها؟ الاستعجال بعض الامور. حاجه سلبيه فيك تكرهها؟ ابشر. حاجه سلبيه فيك؟ اجل دام كذا حارسي الشخصي يتكلم. حاجه سلبيه فيك؟ ايه انا حارسي الشخصي يا ابوي. يا الحارسي ذكي. ايه اهدى. جاوب. شنو هذا يا ولد؟ حتى انا بجلس. يلا سريع الحين دقيقه. تبونها لغه عربيه ولا لا؟ لا عمي 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 طيب يلا 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 باقي لك دقيقه اخوي بدير هذا. اعطي سلبيه فيك ما تحبها. ما اعرف اقول لا. مجامل.
نفس السؤال. يبي يجاوبك يا طويل العمر. سل نفس السؤال. نفس السؤال. انا والله مثل اللي يقول افضح نفسك غصب. لا اقول عادي عادي بالعكس. لا ترى بالخطا ليس خطا. طيب لا اله الا الله، حاجه واحده من احد صفه من احد الموجودين تتمناها فيك من صفه الموجودين؟ من الموجودين حاليا هنا. الثقافه من عبد الرحمن طيري. خلاص لا ابغى اتكلم على الشباب كلهم. لازم تتكلم. الثقافه من عبد الرحمن طيري، الذكاء من محمد عثمان، الهدوء والرزانه من عمر الملحم، الصدر الواسع والفله من 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 مساعد حماد. وانا مع بيض. انت وين؟ انت وين؟ انت من ضمن الموجودين. انا الطموح الطموح العالي من راشد. الله يبيض وجهك. نفس تيران تيران فخف امي. جلسه تفال الله يجزاكم خير. كل من جاء تفل ومشى. لا عادي عادي عشان يطلع من راشد كلام سريع. ريحته حلوه والله. كنت بقول رزانه والهدوء من عمر والبرود ما شاء الله. عبد الرحمن طير ما شاء الله الحكمه والتأمل. نعم صحيح صادق. والخواجي ما شاء الله الفكاهية والطرفة. نعم عبقرية عندي أنا. طيب شوف راشد القحطاني. قلوا الابتسامة الجميلة يا راشد، الفهاوة اللي فيك اللي تخليك تاخذ الأمور ببساطة. هذه مبطنة. سرعة تاخذ الأمور ببساطة. راشد والله باقي ثلاث دقائق. نفس السؤال سريع سريع. أنت نفس السؤال. نفس السؤال عبد الرحمن. والله شو اسمه ابتسامة محمد جمال وايل وخشة عمر بشرة راشد. ايوه عبد الرحمن دفنه طبعا. وعمر روعته ورونقته وانسيابيته. نفس السؤال سريع عجاله. الذوق والكلام الجميل والهدوء والاستكنان من عبد الرحمن. والله ما هو بكام. والله يزود. والله يزود. يا راح الوقت ترى بعد باقي دقيقتين والله. والعلم. ايوه معليش والله تحملهم شيء. والادب. هذا هو. يلا 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 مطيري مطيري. لا والفراسه والفراسه. يا رجل والفراسه والفراسه والقوه والطموح العالي. واعوذ بالله منك اعوذ بالله منك ابليس اللي هو وسعه الصدر من شو اسمه وائل. جماله الاخ وابتسامتك الجميله. الله يبيض وجهك. ابتسامة ما كانت عندي. طيب نعطيك سؤال اخير. مو سؤال اخير عفوا، يعني قصدي سؤال اخر. طيب وما يعني معلش متى انا اجي ادير الكرسي؟ ما يحتاج خليك هنا. طيب ابشر. طيب والله ترى كان خل الرجال ترى يقدر يدير من الكرسي. انت محامي له. والله اني يا اخي قهرت يا اخي. وش هو؟ ودك تجي؟ اي والله ابشر بس سعد امشي. اجلس هنا راشد القحطاني. ايوه تقدر تدير هلا بالشمقمط. ايوه طيب يلا بسرعه سريع كم وقت؟ اتمنى لك الحين بعد خلاص باقي ترى دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم اسعد الله مساكم بكل خير. حياكم الله في حلقه جميله. حلقه جميله مليئه بالنجوم الكبار. خلونا نبدا اسئلتنا مع ضيوفنا. اول سؤال لعمر الملحم. عمر الملحم مشهور عن التطوع، كيف بدايتك في التطوع؟ كذا بسترسل يعني بدايتي لا في 30 ثانيه. في 30 ثانيه بدايتي في التطوع من تقريبا من 7 سنوات او 6 سنوات. كانت بدايه بسيطه وبعدها صار اصبحت الى اعوذ بالله من ابليس كجروبات. عملنا جروبات وبعدها الى حاجه اكبر وبعدها هنا راشد روح معلك. والحمد لله صارت الان يعني بشكل منظم يعني بشكل كبير جدا سواء كان على نطاق المملكة أو نطاق الخليج. شكرا عمر عبد الرحمن مطيري. عبد الرحمن عبد الرحمن مطيري. عمر عبد الرحمن مطيري. أجل بشر بالتصميم. كاو كاو. سريع عبد الرحمن مطيري في القرية عشت دور الراوي المثقف الجميل الرسائل الجذابة. هل نرى عبد الرحمن مطيري في حلقات رمضانية مدتها 5 دقائق كحلقات يوتيوبية أو تلفزيونية؟ مقدم وائل ترى انا توجيت من المستشفى الحين فاعذرني تراني مستانس ومبسوط على ولا سلمت على عبد الله من دفنه الا الحين. حلو حلو قضينا من هذه باذن الله بتشوفنا برمضان اطيب وطيب. يعطيك العافيه. محمد العثمان صوت تقريري جميل مذياع قادم بقوه. مذياعي مذياعي اذاعي ومذياع كلها سواء. نعم اذاعي. اين يرى محمد عثمان مكانه في المجتمع بعد زيد رصيدك؟ اعلامي كبير ان شاء الله يشار اليه بالبنان. السلام. ومؤثر وملهم باذن الله. الاطفال في المدرسه وش قالوا لك؟ الله عبد الرحمن طيري وينه صح؟ والله قال عبد الرحمن وفارس ومساعد. عبد الرحمن وفارس ومساعد وعمر وراشد وعمر ووائل وانا القريه كلها. طيب خلينا ننتقل راشد. راشد طبعا حكما بانك في العلوم الطبيه احد اعضائها، ولكن هل لو جاء يوم من الايام وطاق التمثيل عندك هل ستتخلى عن الطب؟
مستحيل اني اتخلى، اكون في المجالين واوفق بينهم، والذكي من يرتب حياته وجدوله عشان يشتغل على اكثر من حاجه. حنرجع من الان، حنرجع الان من هنا، قدوه تمثيليه يقتدي بها راشد قطاني في العالم ولا لا في الخليج العربي؟ وبدع عجوب تنسكت. شوف ليس كشخص، كتمثيل. نعم كتمثيل. لا لا كتمثيل لا، لا بجيب ككاركترات يعني، ما هو قدوه كشخص والنعم فيه ما في قصور، اتكلم كموهبه كشخص. كثير من بعض المخترعين اجانب وليسوا مسلمين ونشيد بالانجازات. انا برايي الشخصي افضل ممثل بالخليج ناصر القصبي. يعطيك العافيه، شكرا. محمد عثمان شخص ترى في محمد عثمان القادم. والله انه ممثل بطل. ما فهمت. شخص ترى في محمد عثمان، يعني تريد ان تكون يوم من الايام مكان هذا الشخص واعلى مكان. لا يعني خلينا نقول سؤالك يعني على عيني وراسي، بس خلينا نقول قدوتي زي ما قدوة. طيب مشكلة، يعني شخص أراه مؤثر بالنسبة لمحمد، فأنا معجب كثير بالدكتور فهد سنيدي أبو ياسر. ما شاء الله تبارك الله، مقدم جميل، دكتور فهد مقدم جميل وصاحب مبادئ وقيم عالية. يعني مديفركم منهم، ترى كلهم رهيبين. مديفر بعد أكيد مديفر جميل جدا. الله يعطيك العافية. عبد الرحمن طيري، أين يعني شخص تقتدي به كثيرا وتتمنى لو توصل جزء من مواصيله؟ أنا أعلمك، مثل ما قال الرجال، بخلاف وجهات النظر، بخلاف المسائل الفقهية وغيره، أنا أتكلم عن موسوعة عقلية، موسوعة ثقافية. أنا أتمنى أني وأفضل إن شاء الله وأكثر، لكن أنت قدها عدنان إبراهيم. يعطيك ألف عافية. عمر يعني الملحم اثنين. أنا صراحة شخصين الشيخ عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه، الله يرحمه، وأحمد شقيري. أحمد شقيري ياسر. حنرجع لو أعطوك. أنا عندي أسئلة وايد. خلص أبشر، أخلص هذا آخر سؤال. هل يرى راشد القحطاني انه اشتغل على نفسه كثيرا حتى يوصل للمجال هذا؟ الوضع الحالي حاليا اي نعم. انا اول ما دخلت القريه اقسم بجلال الله اني ما اعرف امثل ولا كاركتر غير كاركتري الواقعي. الحين معي تقريبا حوالي 5 كاركترات، وان شاء الله في كاركترات جديده قاعد ادرب عليها. الله يوفقك يا رب. محمد عثمان، هل ترى ان الان اعرف اكثر نصف المجتمع بان محمد عثمان اعلامي؟ انا اشتغلت على نفسي الحمد لله قبل القريه، بس القريه صقلتني ووفرت علي مشوار طويل جدا، وبس يعني الحمد لله ان شاء الله انه عرف الناس. عبد الرحمن طيري، الكل يرى انك راوي، استنتجت من بعض رواياتك انك كاتب سيناريوهات، هل هذا صحيح؟ نعم. طيب كيف عبد الرحمن المطيري حيساهم في كتاب سيناريوهات في خارج القريه؟ مع راشد طبعا. انا اخذت افضل سيناريو على مستوى المملكة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. سات عسير، وكذلك عندي 3 سيناريوهات، بعض الاعلاميين الكبار في الساحه يريدون شراها بمبالغ، ورفضت لأجل يكون تمثيلها من عندي ومن المجموعة اللي معي. فالآن جاهز ربما 3 تعرض باليوتيوب، تنزل معنا راشد، معنا مجموعة طيبة بإذن الله العظيم، بتشوفونها إذا طلعنا منها. الله يكتبه في خير. عمر الملحم كبار. كذلك أحد الأعمال كنا بنشترك فيها ولا لا خلصي. طيب عمر الملحم، أنا ما راح أقول لك أعمال تطوعية بعد برنامج، لأن إحنا لاحظنا ومن خلال احتكاكنا بك في السابق أنت رجل لها أعمال داخل المملكة في الأعمال التطوعية، ولكن هل سنرى عمر الملحم خارج المملكة العربية السعودية في فرق تطوعية؟ مو فرق تطوعية، بس في شغلات ثانية بتصير، لكن ما ودي أحرقها. ودي أنا نسمع منك حتى لو تعطينا تشويق للناس اللي تشوفك والجمهورك الموجود الآن. فيه بالنسبة للتطوع بيكون في الخليج العربي بشكل عام، هذا رقم واحد، مع أسماء قوية جدا. الشيء الثاني، أعوذ بالله منك يا إبليس، كش كنا نتكلم عنه من شوي عن دعاء سميط. لا، في شغلة في البرنامج الحمد لله انها يعني قدرت اكسرها بشكل كبير. يا سلام. كانت الرسمية وشتناها بوز. يا سلام. واليوم صلى الله عليه وسلم. هل هيستمر عمر من عمل هذا الحال؟ اي لا لا لا، هو شلون؟ لاني كنت قبل البرنامج في اماكن رسمية كثير، فمسألة انك تدخل البرنامج واقعي صعب، انك مو على طول، مو يوم 5 أيام 7 أيام، يبغى لك وقت. صعب صحيح. اي صعب انك مو ترى، خلينا نتكلم صراحة. فبعدين قال الراشد ساعدني. طيب طيب قال الراشد ساعدني اليوم. طيب الراشد ساعدني. قبل ما نختم هذا اللقاء لقرب الوقت، انتهى الوقت، انا حسأل سؤال بس من العكس الثاني. ايوه دورك. هذا هو قصدي دورك، انك انت انا تجي يعني انا خلاص اجلس الله يجزاك خير. افضل شيء محبب لك ويذكرك بشخص في حياتك. والله يسلك. لا بس انا بدي هنا تسأل. ايوه تجي تسأل. ووردة لمن تهديها؟ وردة لأمي على طول، ما فيها واحد. طيب شيء محبب لك اذا جاء في بالك تذكر، تحس انه يذكرك بشخص ما. ما اريد الشخص، اريد الشيء اللي يذكرك. الشيء يذكرني فيه القهوه، تذكرني بالوالد على طول، الوالد يحب القهوه. الله يسلك عبد الرحمن طيري. والله سلكت لي اقسم بالله العظيم. ايوه نسال السؤال. هلا بس برد.
مو مره يعني. شو الاخبار؟ حياكم الله. ما شاء الله. وين الشباب؟ الشباب من البرد يقول لك متجمعين في مكان في زاويه. ما شاء الله. شغلين الضوء والعاده ما شاء الله كانوا يتجمعون هنا بس عاد. وين الاستقبال؟ وين؟ 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 خلنا نلاقيه. والله ما يلامون يا رجل على الاوضاع. لا اليوم بارد صراحه. اليوم يقولون في واحد طلع فوق الباب كذا وطب والله. لا والله سمعت انا زي كذا. تسابق؟ واحد اسمه بن دفنة. ايه سوى حركة كذا وطب. طيب وصداه؟ يا ويلة ينتظر ابو كاتم. يا ويلة. لا لا. يعني يسوين شيء معهم. يا شباب يا حلو.